السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد ويوم جديد عليكم. 4 أغسطس 2018 دي يعني تاريخ النهاردة، وحلقة جديدة من ملعب الأهلي بعد بداية الأسبوع الثاني من الدوري المصري 2018-2019، اليوم اللي شهد أولى لقاءات الأسبوع الثاني ما بين الزمالك والاتحاد السكندري. انتهت فعاليات الاسبوع الاول زي ما احنا شفنا وقلنا وحللنا امبارح مع نجومنا كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني. النهارده كمان يعني في الجزء الثاني من الحلقه هيبقى معانا كابتن حلمي طولان، كابتن شريف عبد المنعم، وكابتن حماده صدي. المباراه النهارده كانت ما بين الزمالك والاتحاد، وقدر الزمالك انه يفوز فوز عريض جدا وكبير جدا على الاتحاد بخمس اهداف مقابل هدف وحيد. الاهداف جت عن طريق محمود كهربا في الثانية 28 أو 29، ويوسف أوباما في الدقيقة 10، ثم محمود علاء من ركلة جزاء، وكاسونجو الهدف الرابع لنادي الزمالك، واختتم الأهداف محمد عنتر الخماسية لنادي الزمالك، وكان خالد قمر أحرز هدف لنادي الاتحاد السكندري. المباراة كانت سهلة في أحداثها، كانت سهلة على نادي الزمالك، وطبعا المباريات اللي بيجي فيها هدف بدري جدا جدا بيدي أفضلية للفرقة اللي أحرزت الهدف، بيدي توتر وعصبية وتنشنة للفرقة اللي دخلت فيها الهدف، وخصوصا لما يكون المباراتين ما بين فرقة عندها شعبية زي نادي الزمالك كبيرة بالتأكيد، وعند الفرقة التانية الاتحاد برضو عنده شعبية كبيرة، بتلاقي مساحات بتبقى موجودة لوحدها. المباراة زي ما أنا قلت سهلت من بداية جدا عن طريق محمود كهربا اللي قدر النهاردة أنه يعمل ماتش كويس جدا في الثانية 28 أو 29، أحرز هدف وبعدين عمل أسيست رائع جدا ليوسف أوباما، وبعدين كمان كان مشارك في ضربة الجزاء أو احتسبت ليه ضربة جزاء صحيحة مش صحيحة هنتكلم فيها بعد كده، وبعدين كابونجا أو كاسونجو وعنتر أحرزوا أهداف نادي الزمالك، وخالد قمر زي ما قلت أحرز هدف الاتحاد السكندري. المباراة كانت سهلة وبسيطة في أحداثها، والأحداث المباراة وظروف المباراة هي اللي بتخلي المباراة سهلة أو صعبة. ممكن يبقوا فرقتين كبار جدا أطراف اللقاء، لكن أحداث اللقاء تخدم فرقة على حساب فرقة. وأنا زي ما قلت لحضراتكم المباراة كانت سهلة جدا لنادي الزمالك، وقدر الزمالك إن هو يعود للانتصارات بعد تعادل مع بتروجيت وتغيير طريقة اللعب للمدير الفني لنادي الزمالك من 4-1-4-1. النهاردة لعب بطريقة معتادة 4-2-3-1، بعد ما أشرك في البداية يعني جنش، وكان حازم إمام النهاردة أشرك على حساب حمدي النجاز، وبعد كده محمود عبد العال والونش، أحمد فتوح بيحتفظ بمكانه، والاثنين الثنائي في نص الملعب اللي لهم دور كبير جدا جدا في أفضلية نادي الزمالك النهاردة اللي هو طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وكهربا وابراهيم حسن في اولى لقاءاته مع نادي الزمالك. هل ده قانوني ولا لا مش عارف، يعني في مشكله كبيره جدا ما بين نجوم اف سي والاسماعيلي والزمالك، فحوالين انتقال ابراهيم حسن من نادي الاسماعيلي لنادي الزمالك، هل ده قانوني ولا لا؟ هل المباراه ممكن بعد شويه او بعد فتره يتم احتسابها كعكسيه كنتيجه عكسيه لاشراك لاعب مش من حقه ان هو يشارك؟ ده اللي هيقوله الاتحاد الدولي او الاتحاد المصري بعد ما يفعل امر الاتحاد الدولي على حسب تصريحات مسؤول نادي نجوم اف سي، وكان كاسونجو راس حربه نادي الزمالك. المباراه زي ما انا قلت كانت بسيطه لنادي الزمالك، وقدر نادي الزمالك يستحوذ في معظم مجريات اللقاء، وان كان اتيح لنادي الاتحاد السكندري بعض الفرص كانت كفيله انها الفارق يبقى يضيق شويه، تضيق الفارق ما بينه وما بين نادي الزمالك في بعض الاوقات. المباراه شهدت صلحين، صلح محمد ابراهيم على رئيس نادي الزمالك اثناء اللقاء، تم طرد كابتن محمد ابراهيم مدير الكوره في نادي الاتحاد السكندري، وبعدين تم الصلح وهو خارج، كان في بعض المناوشات ما بينه وما بين رئيس نادي الزمالك، لكن اثناء اللقاء الحمد لله في صلح ما بين الاثنين. الصلح الثاني جمع ما بين ابراهيم نور الدين ونادي الزمالك، انتوا عارفين قائمه المغضوب عليهم من الحكام لاداره نادي الزمالك كانت تشهد 4 أسماء، محمود عاشور خرج خلاص من القائمه ديت ورجع يحكم لنادي الزمالك ثاني، ابراهيم نور الدين بعد مباراه النهارده هو كمان خرج من قائمة المغضوب عليهم من إدارة نادي الزمالك كتحكيميا، يبقى في القائمة جهاد جريشة ومحمود البنا. هيشهد الموسم ده بالتأكيد خروج كل الأسماء أكيد، يعني لأن كل الأسماء لازم تحكم لكل الناس، كل الحكام لازم تحكم لكل الناس. النهاردة كان في جدل تحكيمي حول مباراة أو حول لقطة واحدة بس، يعني ما غيرتش في سيناريو اللقاء ولا أحداثها، ومش هي اللي خلت أو ادت أفضلية لنادي الزمالك، عشان ما حدش برضه يتكلم، بنتكلم بمنتهى المنطق والحق والواقع يعني او الحقيقه. الزمالك متفوق من السنه 28 وقدر انه يحرز هدف عن طريق محمود كهربا بعد غلطه
كبيره جدا للهاني سليمان، وبعد كده يعني داس في الموضوع يوسف اوباما بهدف رائع جدا وخلص على الموضوع خالص ابراهيم نور الدين باحتساب ركله جزاء ليس لها اساس ابدا من ركله الجزاء ولا في القانون، ومحدش ابدا يحسبها غير ابراهيم نور الدين بعد عرقله او لمس او احتكاك او التحام بسيط جدا جدا في الكوره ما يتحسبش على اصره اي خطا لا هنا ولا هنا، لكن اتحسبت ضربه جزاء وتفوق نادي الزمالك وخرج او خرج بين الشوط الاول متفوق بثلاثيه، واعتقد دي كانت كفيله جدا جدا، لكن المباراه دي مش ده الخطا اللي كسب نادي الزمالك، لا لا لا. نادي الزمالك متفوق من الثانيه الاولى او من الدقيقه الاولى بهدف مبكر جدا الثانيه 28 او 29، وحتى في الشوط الثاني عن طريق كاسونجو وعن طريق محمد عنتر، وفي فرص كمان كانت كفيله ان هي يبقى الهدف اكتر من كده، لكن هروح لابراهيم نور الدين نفسه. ابراهيم نور الدين واحد من افضل الحكام اللي كانت موجوده على الساحه الافريقيه، واحد كان مرشح ان هو يكون احسن حكم في افريقيا، مؤهلاته وصفاته كانت تديله ده. اللي عمل فيه كده المنظومه، اللي عمل فيه كده المنظومه من اربع سنين بس او من ثلاث سنين بس، الراجل ده كان من احسن الحكام اللي موجوده على الساحه المصريه والافريقيه والعربيه. ابراهيم نور الدين من 3-4 سنين كان من افضل الحكام اللي موجوده على الساحه سواء كان على المستوى المحلي او الافريقي او العربي. اللي شفناه النهارده يعني اعتقد ان الراجل ده عنده ضغوط شديده جدا. ليه لا؟ لان انت في دايما اتهامات ودايما سباب ودايما يعني حاجات رسائل بتتبعت لكل الاطراف، لكل الناس، لكل الناس المسؤوله في المنظومه، وده بالتاكيد بيأثر على الحكام وعلى طريقه ادائهم للمباريات. ابراهيم نور الدين السنه اللي فاتت حكم لنادي الزمالك مباراه المصري النصر والزمالك الدور الثاني، مباراه كانت سهله جدا جدا في احداثها، وكان اطراف اللقاء ما بين الزمالك والنصر اساسا يعني النصر كان خلاص هبط للدرجه الثانيه، وكان الاهلي متفرد بالقمه والزمالك بعيد شويه، كان الموضوع ما بين المركز الثاني والثالث، ومع ذلك برضو شهدت جدل تحكيمي. يعني حتى المباراة السهلة اللي كانت تجمع ما بين الزمالك والنصر السنة اللي فاتت اللي أدارها إبراهيم نور الدين برضه شهدت جدل تحكيمي، إن لم تخن الذاكرة كان في واحدة من أسهل اللعبات اللي موجودة أو اللي على أي حكم في الدنيا كلها. كويسة سمير بيربط معانا على طول. واحدة من أسهل اللعبات اللي موجودة إبراهيم نور الدين، لكن الراجل مضغوط. أنا بقول لكم الراجل ده مضغوط. دي ما اتحسبتش السنة اللي فاتت بينالتي عشان كانت النتيجة 1-0 للنصر، وكان إبراهيم نور الدين مضغوط قبليها بأن هو ما بيشاركش المباراة نادي الزمالك خالص وما بيتمش إسناده لمباراة نادي الزمالك خالص، فما حسبش الكرة ديت خطأ تقديري أي ما شفاش ما فيش مشكلة، لكن زي ما قلت لكم طول ما أنت حاطط الحكام تحت ضغط، طول ما أنت بتستبعد حكام بعينها لإدارة فريق بعينه، ما أعتقدش أن أنت هتبقى في نجاح مستمر ابدا، ولا في عند برضه لازم تعمل الموضوع بقوه وذكاء في نفس الوقت. يعني دي واحده من اللعبات انا شايفها سهله جدا، لكن الضغوط اللي بتمارس على الحكام واللي كانت موجوده على الحكام وتحديدا في الرباعي اللي كان ما بيحكمش نادي الزمالك على مدار سنه مثلا فاتت او سنه ونص فاتوا، بتخلي ادارته للقاءات فيها بعض التوتر شويه وبعض الحسابات شويه. اعتقد ان هو دي كانت موجوده النهارده في اللعبه بتاعت او كانت موجوده في اللعبه ديت السنه اللي فاتت، وكانت موجوده النهارده في لعبه محمود كهربا. فارجع لي يا سمير لو سمحت. الزمالك كسب النهارده لانه كان يستحق، محدش يقول ابدا ان هو كسب بضربه جزاء كانت هي مش ضربه جزاء خالص، مالهاش علاقه بضربه الجزاء ابدا، لكن كانت النتيجه 2-0، كان الوضع انتهى يعني، هي موتت اللقاء صحيح وانتهت اللقاء صحيح وهبطت من معنويات وروح نادي الاتحاد، وكان في شك قبليها على طول لكره لخالد قمر من ضربه ركنيه انها ممكن يبقى فيها احتكاك ضربه جزاء لصالح الاتحاد السكندري، يعني المحللين الكبار بقى في الاستوديوهات التحليليه يقولوا لنا هل هي كانت ضربه جزاء ولا لا للاتحاد السكندري، لكن طبعا بالتاكيد نادي الزمالك يعني موت اللقاء من بدري عن طريق هدفين، وجات ضربه الجزاء ملهاش علاقه ابدا، ملهاش علاقه بالقانون ولا بالاحداث ولا اي حكم في الدنيا يقدر يحسبها او يتجرأ ان هو يحسبها، لكن في النهايه اتحسبت، فما حدش ابدا يقول ان الزمالك النهارده فاز بضربه جزاء وهميه او غير صحيحه او ملهاش علاقه بضربات الجزاء. على العموم دي افتتاحيه الاسبوع الثاني. تعالوا بقى نستعرض تشكيله نادي الزمالك النهارده وتشكيله الاتحاد السكندري النهارده.
الزمالك النهارده بدأ زي ما قلت لكم ب 4-2-3-1. 4-2-3-1 دي كانت طريقه لعب نادي الزمالك النهارده، واعتقد انها الطريقه المناسبه لنادي الزمالك. بدأ بجنش زي ما قلت لحضراتكم، وبعدين حازم امام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، احمد فتوح، طارق حامد، ومحمود عبد العزيز، ابراهيم حسن، ومحمود كهربا، ويوسف اوباما، وكاسونجو. استحوذ على نص الملعب، عنده اثنين في نص الملعب اللي هو كابونجو، او اسف اللي هو طارق حامد ومحمود عبد العزيز، يعني الرئه مش موجوده، بيحاربوا في كل الاتجاهات، في التحامات وفي اشتراكات، وخصوصا من طارق حامد بتبقى مبالغ فيها بشكل عنيف جدا، لكن في النهايه الاثنين قوه كبيره جدا في نص الملعب، بيدوا سيطره كبيره جدا للحته الدفاعيه، حتى لو كان حاله الرجوع والارتداد للرباعي اللي قدام مش على نفس القدر المطلوب، لكن في النهايه الاثنين دول بيعوضوها بشكل كويس، بيرجعوا بشكل كويس، بيغطوا كل اطراف الملعب، حتى في تكمله احمد فتوح او تكمله حازم امام من ناحيه اليمين بتلاقي على طول مغطي محمود عبد العزيز او مغطي طارق حامد، ودي بتدي لك افضليه على طول، وبتدي لك كمان قطره عدديه سواء كان على المستوى الهجومي او على المستوى الدفاعي. شارك النهارده كمان محمد حسن المنتقل من وادي دجله مع نادي الزمالك لاول مره، ومحمد ابراهيم، ومحمد عنتر، وكمان محمد عنتر قدر ان هو يفوز او يحرز الهدف الخامس. تشكيله نادي الاتحاد السكندري، الهاني سليمان ما كانش موفق ابدا، وخصوصا في البدايه، بدايه اللقاء، رمزي خالد، ويلسون، ومروان النجار، كريم الديب، وشيفو، ونور السيد، وإيمانويل، وبناهيني، وخالد متولي، ومحمد ناجي جده الصغير بالتأكيد، وخالد قمر، وأحمد مجدي، والحسيني، وأحمد الألفي، وفوزي الحناوي، ودول شاركوا جزء من اللقاء. ده كان الأسبوع الأول، أو آسف اليوم الأول من الأسبوع الثاني، هنتكلم فيه باستفاضة وبتحليل أكتر وكلام أكتر مع نجومنا كابتن حلمي طولان وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن حماده صدقي في النص الثاني باذن الله، بعد ما ناخد جزء من اخبارنا، وبعد كده نستقبل ضيوفنا. الكاف النهارده بيبعت جواب على عكس المعتاد او على غير المعتاد، كل مره او كل سنه بيبقى القيد بيقفل يوم 4/8 باستثناء السنه اللي فاتت، والسنه دي امتد شويه ليوم 15 اغسطس. كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره قال ان ده بيدينا مد باب القيد ليوم 15، بيدينا فرصه كويسه ان احنا ما نستعجلش في الاختيار، بعد كان اقاويل طلعت امبارح او كلام طلع امبارح ان ناصر ماهر ومحمد شريف هم اللي دخلوا القائمه، فاضل اثنين بس للنادي الاهلي في القائمه، يعني مش هتخرج عن محمد شريف وناصر ماهر واكرم توفيق، اثنين من الثلاثه دول اعتقد ان هم الاقرب ان هم يخشوا القائمه الافريقيه للنادي الاهلي، محمد شريف وناصر ماهر واكرم توفيق. محمد شريف خد ثقه، وهو اصلا الراجل مديله ثقه وعنده ثقه فيه، بدليل ان هو دخله 18 او 19 اللي كانوا موجودين في اللقاء، ودليل إن كمان ان هو اول تغيير في اول مباراه في الدوري المصري وقدام الاسماعيلي، وبعد كمان ما كنت متاخر بيشرك واحد، ده بيدي لك مدلول على طول، او بتستنتج على طول ان ده عنده ثقه في مدربه او المدرب بتاعه عنده ثقه فيه فبيديله وبيشاركه، والراجل ما كدبش ظنه، لا بالعكس عمل فتره كويسه وربنا كافئه وكان موفقه في احرازه للهدف، ودي هتديله ثقه اكبر. ناصر ماهر الراجل قدم 60 دقيقة على مستوى كويس جدا، على مستوى طيب جدا، اعتقد مشاركته في الفترات اللي جايه هتديله مزيد من الثقه، هتديله مزيد من الايجابيه، هيحصل تطوير ونضوج في فكره وشخصه وامكانياته وقدراته، واعتقد ان هو من الناس المؤثره جدا مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. اكرم توفيق ممكن يبقى على حسب البوزيشن اللي محتاجه النادي الاهلي، النادي الاهلي ممكن في نص الملعب يبقى محتاج واحد اكتر، ناصر ماهر ومحمد شريف الجزء الامامي ممكن يبقى فيه ناس كتير، ممكن على حسب احتياج المدير الفني والراجل للمركز اللي هيبقى محتاجه في الفتره اللي جايه في القيد. انتوا عارفين ان المركز الامامي في وليد ازارو، في صلاح محسن، في وليد سليمان، في مؤمن زكريا، في ميدو جابر، في احمد حمودي، وفي احمد حمودي موجود لحد دلوقتي في طبعا بالتاكيد مع النادي الاهلي وتم قيده محليا، واحمد الشيخ، ودول برضو مش عايز يبقى في خساره ليهم، ممكن يستخدمهم النادي الاهلي، ممكن النادي الاهلي يستفاد منهم. احمد الشيخ محتاج هو يقعد مع نفسه، ومحتاج يعني يوصل رسائل لنفسه قبل ما حد يوصلها له. لا، احمد الشيخ من الناس اللي عندها امكانيات كتير جدا، بس في حاجه
هو لازم يفهمها. هو ما عملش حاجه لسه في النادي الاهلي، لسه النادي الاهلي ما قدملوش حاجه احمد الشيخ. قد يكون السنه اللي خرجها وراح مصر المقص قدم موسم كويس، موسم استثنائي، لكن مع النادي الاهلي ما فيش بصمه. فلازم تشتغل من جديد، لازم تشتغل من جديد مع النادي الاهلي، ولازم يبقى ليك تبقى اضافه للنادي الاهلي. على العموم لسه قدامنا وقت، النهارده يوم 4، لسه قدامنا 11 يوم على القيد الافريقي بعد ما تم مده ليوم 15، وده اللي اشار ليه كابتن محمد يوسف. كارتيرون بيجتمع بالجهاز الفني للنادي الاهلي. قبل اللقاء اجتمع كارتيرون بالجهاز الفني للنادي الاهلي، كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، كابتن مصطفى كمال، المجموعه كل ليندمان، كل المجموعه اللي موجوده في الجهاز الفني. بيتكلموا، ممكن يتكلموا على الماتش اللي فات، ممكن يتكلموا على المرحله اللي فاتت، ممكن يتكلموا على المرحله اللي جايه، ممكن يتكلموا في جاهزيه بعض اللعيبه، ممكن يتكلموا في استعانه بعض اللعيبه، حاجات كتير قوي. الاعداد دي بتبقى مهمه جدا، الكل بيتكلم بارتحيه، الكل بيقول رايه، يعني المدير الفني بيسمع للناس كلها، وفي الاخر هو اللي بياخد القرار. يعني انا دايما بيعجبني المدرب اللي عنده ثقه في نفسه، المدرب اللي هو يسمع كل الناس ويجادل مع كل الناس، مفيش مشكله، لكن في النهايه انت صاحب القرار وانت اللي هتقول القرار في الاخر. لكن ممكن وجهه نظر واحد او راي واحد يبقى انت مش شايفه او مش حاسه او مش لامسه، يفيد المجموعه والنظام والعمل الجماعي. يعني ده شيء مطلوب جدا ان انت تسمع من كل الناس، لكن القرار في النهايه ليك انت. ودايما هتلاقوا المدرب اللي عنده ثقه يسمع من الناس، مفيش مشكله، اللي عنده ثقه في نفسه يسمع الناس، واللي عنده يعني ثقه في امكانياته وقدراته هيخلي كل الناس تقول ارائها. وما تخافش، يعني في الاخر العمليه او النجاح بيحسب للناس كلها، اوكي، لكن انت على راس الجهاز. يعني انا بتكلم بشكل عام، يعني دايما النجاح بيحسب للناس كلها. كابتن محمود الخطيب كان حاضر النهارده في الاجتماع، او اسف، حاضر التمرين. يعني كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كان حاضر التمرينه، كان موجود قبل التمرينه اللي موجوده في الملعب. كنا بنتكلم على ان الجهاز الفني بيجتمع مع بعض، وده شيء مهم جدا. ويا سلام كمان لو في اجتماعات بره النادي كمان، يعني مكان الشغل ده حلو وجميل ولذيذ ومية مية، مفيش مشكله، لكن الكلام بره بيدي لك نوع من العشم ان انت تقول رايك بشكل عادي، بشكل ما فيهوش تزويق للكلام. يعني لو في عشاء بره في يوم من في الاسبوع او يومين في الاسبوع او يوم في الاسبوعين على حسب الماتشات وعلى حسب الجدول، ده شيء مطلوب. معانا تليفون، بس مين؟ كوان. طيب معانا احمد، مراسلنا في مراسل الملعب الاهلي في من النادي الاهلي. ابو حميد، مساء الفل. مساء الخير، مساء الاستعانة على كل متابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. اليك الميكروفون حبيبي. الله يخليك. النهارده يعني كان يوم سعيد، بدايته تدريب النادي الاهلي، يمكن كان تدريب مختلف النهارده، كان فيه مؤازره وحب ويعني شيء جميل جدا متعودين عليه من لاعبي النادي الاهلي، من مؤازره جونيور اجاييه لحظه بلحظه، كان موجود النهارده على دكه البدلاء بيساند مع زمايله، كان موجود، شفت حفاوه ويعني انسجام من اللعيبه والهزار بالضحك، كل اللعيبه بتخرج تطمن عليه، حركة امتى بتتكلم معاه، شيء جميل بصراحه. كنت سعيد بكل اللي انا شفته النهارده. بدا التدريب بشكل يعني بدات بدايه احمال من لعيبه النادي الاهلي، بعد كده دخلوا في الاداء الخططي، بعض اللاعبين خرجوا بدري للجهد مثل هشام محمد وعلي معلول، خرجوا بدري قبل انتهاء التدريب. التدريب كان فيه جمل تكتيكيه كتير، شغل فني على العالم. احمد بس سؤال واحد بس الاول، هو انت كنت بتتمرن معاهم، انت بتنهج ليه؟ عشان كنت طالع على السلم يا كابتن والله. طب اتفضل يا ابو حميد. كنت طالع على السلم. اتفضل. فبصراحه يعني كنت سعيد اللي انا شفته النهارده، شفت الـ كل تفاصيل التمرين بصراحه، بدات بشكل مريح جدا، اللعيبه منسجمه مع بعضها، وجود بعض اللاعبين داخل الجمل الفنيه، خرج بره الملعب عمرو بركات، وكذلك خرج معاه كان موجود جنبه حمودي، ما شاركوش بالتمرين بشكل نهائي، اتمرن بعض اللاعبين على حاجات تخصصيه. ليه ايه السبب؟ يعني حمودي ممكن احنا سمعنا ان عمرو يعني ممكن ما يبقاش فرصه في الفتره اللي جايه ومش مقيد في القائمه المحليه، لكن حمودي مقيد في القائمه المحليه، ليه ما شاركش؟ لا هو شارك في التمرين بشكل بنسبه 70%، لكن في نهايه التدريب كابتن سيد هو خد راوند مع عمرو بركات. ما فيش مشكله، ده شيء تعويضي بقى الناحيه البدنيه ولا حاجه، لكن كمل تمرينه يعني.
لا كمل تمام. اما بالنسبه ل بعض اللاعبين كان في جمل تخصصيه لبعض اللاعبين، طبعا مش هينفع اذكرهم عشان المنافس، لكن كان في جمل يعني تخصصيه بالظبط لبعض اللاعبين. كان بيركز كالديرون على نقاط هجوميه معينه في بعض اللاعبين، شكل طريقه الاداء، طريقه التسديد، حتى الجمل التكتيكيه من شكل من طريقه اللعب من تحت لفوق. يعني بصراحه شفنا تدريبه مختلفه، تدريبه مقنعه، تدريبه كانت جميله. كان موجود النهارده كابتن خطيب، كان موجود، كان متابع التدريب منذ بدايته، كان بيأزر اللعيبه. يمكن هو ما اتكلمش مع حد، لكن هو كان موجود متواجد على الكرسي، كان متابع التدريب. والتدريب بصراحه كان فيه كل شيء قوي دسم من وجهه نظري، وهو اكيد انت لعيب كوره وفاهم، لما تلاقي في حاله من الحب وحاله من الكراهيه وحاله من الجديه وحاله من التركيز، كل ده جميل، دي اسباب تفوق. طب قول لي احمد فتحي شارك في التمرين الجماعي النهارده؟ خلاص مفيش مشكله. كان موجود النهارده. طيب حسام عاشور كان موجود. طيب وليد سليمان كان موجود وكان بيشارك وكان جوه التدريب بنسبه 100%، حتى قبل التدريب كان بيلعب كده حركاته الجميله بقى بالكوره وبتاع. لا اللعيبه كل الكبار شاركوا بشكل اساسي. علي معلول هو اللي خرج، هو وهشام محمد للاجهاد خرجوا بدري قبل التدريب، هم اللي خرجوا بدري. لكن الحراس كانوا موجودين النهارده، الشناوي كذلك، شريف اكرامي كذلك، علي لطفي، كل اللعيبه، حتى ناصر ماهر، جزار، اغلب اللعيبه كلهم، كلوبالي، كل اللعيبه كلها كانت موجوده النهارده في التدريب. طيب احمد كوان شكرا جزيلا ليك، مرسلنا من ملعب الاهلي في النادي الاهلي. شفنا ملخص سريع لتدريبه النهارده، واتكلم احمد عن طريقه تعامل اللعيبه مع اجاي مثلا، واحد من النجوم بتاعه النادي الاهلي، حظه وحش بالتاكيد، اصابه كبيره جدا لاجاي في وقت مهم قوي كان محتاجه النادي الاهلي فيها في بدايه مشوار صعب في الدوري المصري، لكن في النهايه قدر الله ما شاء فعل، عندنا البدائل وعندنا الناس اللي ممكن تاخد بشكل كويس قوي، وهي بتيجي كده، الفرص بتيجي كده، يعني اصابه في عدم توفيق للاعب في ايقاف، اللي جاي بياخد وبيثبت نفسه وبيكمل مشواره. على العموم دي كانت تدريبه النادي الاهلي، كل توفيق للنادي الاهلي، عنده مباراه صعبه مش سهله خالص، في مباراه لها حساباتها الخاصه بعيدا عن الارقام او البدايات او المشوار، لكن لها حساباتها الخاصه. الاهلي والمصري فرقتين كبار جدا في الدوري، فرقتين يعني عندهم شعبيه كبيره جدا بالتاكيد، النادي الاهلي وشعبيته الطاغيه، ومحافظه بورسعيد مع النادي الاهلي، وماتشات دايما الاهلي والمصري بيبقى فيها اثاره. مباراه هتبقى حماسيه اكيد، فيها ضغط عصبي على الفرقتين، لان الفرقتين بعديها هيشاركوا، الاهلي عنده مباراه في البطوله العربيه، ثم مباراه الترجي في تونس، والمصري عنده مباراه في الكونفدراليه في افريقيا. لكن على العموم احنا لسه بادئين مشوارنا في الدوري، يعني الناس تبقى هاديه، الناس ما فيش الاهلي لو فارق هيفرق عن الناس كلها، لو الاهلي بيفرق في الدوري، بيحافظ على مكانته، بيحافظ على تصدره، بيحافظ على استقراره، بيحافظ على طريقه تعامله مع المنافسين، اعتقد ان هو عنده المقاومات الاكبر في الحصول على بطوله الدوري. احنا شفنا الفرق مش مقياس الاسبوع الاول صحيح، لكن في النهايه انت بتاخد مؤشر. الاهلي الاصابات اللي عنده كبيره شويه في توقيت حساس، لكن لما هترجع الاصابات او بعضها زي وليد سليمان، زي احمد فتحي، زي حسام عاشور، كل الناس ديت هتدي يعني قوه او هتضيف قوه للفرقه مع المجموعه اللي موجوده. طيب نكمل باقي اخبارنا. خلاص قلنا وليد سليمان نزل وشارك، حسام عاشور نزل وشارك. تصريحات المدرب العام للنادي الاهلي كابتن محمد يوسف القائم باعمال المدير الكره، قال ان المصري فرقه قويه، زي ما احنا اشرنا قلنا اكيد فرقه المصري فرقه قويه، ومن الوارد تغيير طريقه اللعب، وده عادي بيحصل، يعني في فرقه بتبقى مثبته طريقه لعبها 4-2-3-1، 4-2-4-3-3، 4-4-2، ايا كان الطريقه اللي انت بتلعب بيها هي اللي بتناسبك او اللي بتناسب العناصر اللي عندك، يعني ما حدش بيبقى بيحلف على طريقه والعناصر اللي عنده يعني مش مؤهله للطريقه ديت. على سبيل المثال مثلا الزمالك خد لقائه الاول 4-1-4-1، مش ماشيه مع الزمالك خالص، او مع طريقه لعبه، او مع اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك، النهارده بيلعب ب 4-2-3-1، الدنيا احسن شويه والدنيا افضل شويه. كذلك كل الانديه، في مدرب يعني بيبقى جاي مصمم على طريقه معينه، وانا مش بعترض على ده، بس ده بيحتاج وقت شويه، والعناصر اللي عندك انت تقدر
تستخدمها كويس. لو عندك مثلا شهر، عندك شهرين، عندك اكتر من كده، ممكن تستخدم العناصر اللي عندك بالطريقه اللي انت عايزها. لكن لو الامر سريع وكل 3 4 ايام مباراه، اعتقد تغيير طريقه اللعب يعني لازم تكون مناسبه للمجموعه اللي موجوده. الاهلي النهارده ممكن يلعب في مباراه الاسماعيلي، او لعب في مباراه الاسماعيلي 4-2-3-1 لوجود ناصر ماهر او لوجود احمد حمدي. غير الطريقه 4-4-2 بعد ما نزل مروان محسن. حتى تغيير ايمن اشرف، انا قلت يمكن الراجل فكر لما نزل ايمن اشرف وفي وجود علي معلول ان هو عنده مروان محسن وعنده وليد ازارو، هيبقى داخل ال 18 مع محمد شريف مع كوليبالي، الكرات العرضيه استخدام ايمن اشرف من ناحيه الشمال واستخدام علي معلول من ناحيه الشمال مع محمد هاني من ناحيه اليمين، ممكن يبقى في كرات عرضيه كتيره في ال 18 استخدمها عن طريق مروان محسن وعن طريق وليد ازارو، ممكن ده يبقى فكر. او حتى الكرات الطوليه اللي على اثرها برضو الاهلي تعادل عن طريق محمد الشناوي لما لعب كره طوليه، يعني ممكن يبقى في فكر عند المدرب امتى استخدم ده وامتى استخدم ده. هو المدرب اللي يقول، المدرب هو اللي عنده الافضليه في اختيار التوقيت المظبوط اللي يستخدم بيه الطريقه. ممكن 4-2-3-1، ممكن 4-4-2، ممكن 4-3-3، على حسب هدفك من اللقاء او على حسب المرحله اللي انت فيها في اللقاء. يعني تشكيلتك في الطريقه يعني بترجع للمدير الفني على حسب ايه الوقت اللي انت عايزه او ايه الهدف اللي انت عايزه من المباراه حتى في توقيت المباراه نفسها. باكماني خلاص انتظم في التدريبات، وان كان عنده عرض من صن داونز. انتوا عارفين ان باكماني اساسا لعيب جنوب افريقي، وهو لعيب كويس وعنده صفات كويسه وعنده قدرات كويسه، مش وحشه على فكره. يمكن صغير في السن، الطبيعه جنوب افريقيا مختلفه عن الطبيعه في مصر، الدوري في جنوب افريقيا مختلف عن الدوري في مصر، لكن عنده سرعه كويسه والله وعنده مهاره كويسه، قد يكون عنصر فعال، وخصوصا ان هو كمان تحت السن. لكن طبعا اصابه اجايه رجعت باكماني في الصوره، هو انتظم النهارده. هنشوف بقى يعني اختيارات المدير الفني كارترون للنادي او تشكيله النادي الاهلي. ده كابتن مصطفى كمال قدامنا على الصوره، مع شريف اكرامي، مع علي لطفي، مع محمد الشناوي، مع احمد طارق سليمان النهارده كمان كان موجود في تدريبه النادي الاهلي. فكابتن طارق، كابتن مصطفى كمال واحد من الشخصيات المحترمه جدا جدا، واتمنى له التوفيق يا رب باذن الله. طيب عندناش حاجه تانية، خلاص اتكلمنا في حاجات كتير قوي. اوعدكم ان شاء الله الرحمن بكره باذن الله هيبقى عندنا حلقه خاصه جدا على حصاد الدور او الاسبوع الاول ومباراه الزمالك مع الاتحاد النهارده. هنستضيف بعض الناس، نتكلم في الارقام اللي حصلت في الاسبوع الاول، هنتكلم في الحالات اللي حصلت في الدور الاول. واحنا مش جايين البرنامج ده مخصصينه للتحكيم عشان محدش يفهمنا غلط، لكن احنا مصرين، او انا من الناس اللي مؤمنه جدا ان اهم عنصر في المنظومه كلها، من وجهه نظري هو العنصر التحكيمي. العنصر التحكيمي لو يعني بياخد حقه بما يرضي الله، حقه اللي يليق بيه، اعتقد ان الاداء هنشوفه في الملعب احسن من كده بكتير. وان انت تحمي الحكم مش ان انت تطلع في التلفزيون تقعد تزعق دقيقتين ثلاثه يبقى انت كده حميت الحكم. عايز تحمي الحكم صح وعايز تجيب للحكم حقوقه، لا، هات حقوق ادبيه وهات حقوق ماديه. هات الاثنين، هات الحق المادي وهات الحق الادبي. هات الحق المادي وهات الحق الادبي. الحق المادي في العصر اللي احنا فيه، وانا قلت من اول يوم طلعت مع حضراتكم هنا، العصور بتتغير، الثوابت هي اللي ما بتتغيرش، لكن العصور بتتغير. مفيش ابدا حد يتكلم في 200 جنيه اداره تحكيميه لمباراه الاهلي والزمالك تحت 18 سنه و19 سنه، عيب، ما ينفعش. يعني ده كلام حقيقي على فكره مش مثال. يعني في مباراه في 18 سنه او 19 سنه او 17 سنه في الجمهوريه للناشئين اهلي وزمالك طرفها مثلا، الحكم بياخد 200 جنيه. يعني المواصلات بتاعته ايه؟ ده لو ركب مواصله يعني مخصوصه هيدفع من جيبه، عيب، مش هينفع. يعني الامر ده مش هينفع. فهتضطر تختار ايه؟ لو حكم عنده شخصيه كويسه وعنده يعني حاجه سي في كويس هيرفض طبعا. المصالح او الدنيا بتبقى ماشيه كويس او الحاله بتبقى كويسه لو حاله شخصيه، يعني المصلحه الشخصيه، واحد مثلا ربنا كرمه في حته، واحد طلع بطوله مش عارف ايه، واحد استفاد من الحته الفلانيه في مشارك في بطوله فبيستفاد. لكن دي كل دي مصالح شخصيه او حاجه شخصيه او التميز فيها بيبقى شخصي. احنا عايزين التميز يبقى جماعي، كل الحكام تستفاد، وكل الحكام تبقى واخده حقها، وكل الحكام تشارك. وصدقني لو انت عليت الاجور، لو تم تعليه الاجور من خلال سبونسر ولا حاجه، او من خلال حد
في اتحاد الكوره مؤمن بالموضوع ومؤمن بالقضيه، لان هي فعلا قضيه. يعني هي فعلا قضيه، يعني يبقى مؤمن بالشكل ده يجيب للناس حقوقها، هيجي لك احسن الناس، لان الارقام كويسه، فالناس الكويسه برضه هتخش وهتختبر وهتتميز وهتبقى متصدره المشهد. يعني مش بقول ان الناس اللي عندنا وحشه، لكن المستوى هيبقى صعب، المستوى صعب، وهتلاقي المستوى بيقل مش بيعلى. انا في رايي الشخصي ابراهيم نور الدين مستواه بيقل مش بيعلى. ابراهيم نور الدين من 4 سنين احسن من كده بكتير، افضل من كده بكتير. كل التوفيق للمجموعه كلها. خلصنا النهارده من المقدمه او الانترو، وبعد كده هنخش على تحليل مباراه النهارده الزمالك والاتحاد، وبعد ما نشوف تقرير مهم قوي في مثل هذا اليوم سنه 2001، 4 اغسطس 2001، يعني من حوالي 17 سنه زي النهارده، الاهلي بيتفوق على بطل القرن الاوروبي، بطل القرن الافريقي اللي هو النادي الاهلي، بيفوز على بطل القرن الاوروبي. واللي يعرف حجم النادي الاهلي هو مش كيدا في حد ولا شماته في حد، الاهلي له فضل على الناس كلها وعلى كل الانديه، مش عشان الاهلي بتتكلم على حد لا قدر الله بتعايره، لا سمح الله مش كده، كل الناس فوق دماغنا من فوق وعلى راسنا من فوق. بس النادي الاهلي لولا حصوله على البطولات الافريقيه ما كانش في حد هيشارك كتاني معانا في البطولات الافريقيه. الاهلي في سنه 2001 او 2002 تم تغيير النظام في الكاف، بقى من حقك ان انت تشارك بفرقتين، عشان الاهلي بياخد البطولات الافريقيه، فبقت المركز الثاني بالنسبه لنا يشارك معانا في البطولات الافريقيه. هنطلع نشوف تقرير خاص للاهلي وريال مدريد، وبعدين نستقبل ضيوفنا كابتن حلمي طولان وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن حماده صدقي، نتكلم على مباراه النهارده، مباراه الزمالك والاتحاد السكندري اللي قدر الزمالك يتفوق بخماسيه مقابل هدف. قطار المارد الأحمر من القاهرة حاصدا البطولات المحلية حتى استحق عن جدارة لقب بطل القرن في أفريقيا، ووضع صوب عينيه العالمية. القاهرة ريال مدريد. لا يوجد أفضل من مواجهة زعيم أوروبا ريال مدريد الأسباني للاحتفال بتتويج الأهلي بلقب القرن الأفريقي في ذلك الوقت، خاصة وأن الملكي حصل وقتها على لقب القرن الأوروبي. حقق الأهلي لقب القرن الأفريقي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات في القارة السمراء. أبطال
أفضل نادي في القرن العشرين، النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, I receive this honor which happens once every 100 years. وحرص نجوم الريال على زيارة الأهرامات للاستمتاع بها قبل خوض المباراة التاريخية لعشاق الأحمر. تحت أنظار أكثر من 75 ألف متفرج باستاد القاهرة احتشدوا للاحتفال بنادي القرن الذي استضاف النادي الملكي ليشاركه الاحتفال. واستضاف الأهلي نظيره ريال مدريد الأسباني في 4 أغسطس عام 2001 على استاد القاهرة، وكان هذا اللقاء الأول للساحر البرتغالي مانويل جوزيه مع المارد الأحمر. ومثل الأهلي في هذا اللقاء الحضري في حراسة المرمى أشرف أمين، شادي محمد، وائل جمعة، سعيد عبد العزيز، حسام غالي، هادي خشبة، خالد بيبو، محمد جودة، أحمد أبو مسلم، وعلاء إبراهيم. بينما لعب ريال مدريد بتشكيلة مكونة من سيزر في حراسة المرمى، فرناندو هيرو، جيرمي، كارانكا، روبرتو كارلوس، ماكاليلي، هيلجيرا، فيجو، زين الدين زيدان، وسافيو وراؤول غوانزاليس. أدار المباراة الحكم المصري جمال الغندور، وعاونه كل من وجيه أحمد وخالد مرجان. أحرز هدف فوز الأحمر النيجيري ساندي في الدقيقة 51 من عمر المباراة. قدم الأهلي مباراة رائعة ليحقق الفوز على ريال مدريد. رجعنا لكم من جديد والجزء الثاني من حلقه ملعب الاهلي النهارده 4 أغسطس 2018 مع كباتننا الكبار. لكن قبل ما نقدمهم خليني اقول لكم على مفاجاه بكره ان شاء الله الرحمن، ابتداء من الساعه 7 باذن الله هيبقى اولى حلقات برنامج الاهلي الليله. الاهلي الليله اللي هيغطي كل اللعبات او كل الالعاب في النادي الاهلي من خلال كوكبه كبيره جدا جدا من المع المذيعين اللي هيتناوبوا بالتاكيد على برنامج الاهلي الليله. من بكره ان شاء الله الرحمن يعني برنامج جديد، يا رب ان شاء الله الرحمن يكون اضافه ويكون كمان
يليق بمكانه واسم النادي الاهلي من خلال مجموعه من اكفأ المذيعين. معانا ومعاكم النهارده في ملعب الاهلي تشكيلتنا هنبداها كده عكسيه المره دي من خلال الكابتن حلمي طول. مساء الفل. مساء الخير يا كابتن سيد. منورنا. الله يخليك، سعيد بوجودي معاك ومع الكابتن الكبير الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن حماد الصدر. مبروك الاول. الله يبارك فيك. طيب نقدم ظروف وبعدين نرجع نبارك لك مره ثانيه. كمان معانا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن. مساء الفل، وحشتنا. ازي حضرتك؟ وانت كمان. الله يخليك. كابتن حماد الصدر مساء الفل. حبيبي يا كابتن سيد، سعيد الموجود معاك النهارده. عايز اقول لكم قبل الحلقه على طول الكابتن شريف عبد المنعم كان مجهز لنا مفاجاه. عندنا منجايه محترمه كده ما جتش انت. لا شفتها بس ما اكلتش. لا كان في بس ما اكلتش. بس قالوا لي انت هتاخد تكاوي. لا 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 خايف على البدل. لا مش عايز بس ابادل نفسي على البيت. طيب مبروك يا ابو كابتن. الله يبارك فيك. فوز مستحق لنادي الزمالك بالتاكيد من البدايه، تسهلت قوي في الثانيه 28. لكن قبل ما نخوض في اللقاء عايز اعرف ايه الفرق ما بين زمالك بتروجيت وزمالك الاتحاد السكندري؟ لا فرق كبير. اولا في تغيير في طريقه اللعب حصل في المباراه الاولى، رجع لطريقه اللعب الاساسيه في المباراه الثانيه. كان بيلعب لاعب واحد فقط، لاعب ارتكاز وسط ملعب. النهارده بيلعب باثنين، طارق حامد ومحمود عبد العزيز، وده بيدي صلابة في الجانب الدفاعي وبيدي تأميم في الجانب الدفاعي بشكل جيد، بيدي أمان في حالة الهجوم، في انطلاقات للباكين بيأمنهم الاثنين بتوع نص الملعب، فده بيزيد بيدي حرية كاملة للباكين انهم يتقدموا، بيدي طمأنينة للناس اللي بتهاجم ان فيه تأمين دفاعي جيد خلفهم، فبيديهم حرية انطلاق للأمام. النهاردة يمكن الهدف البدري اللي جه بدري وتابعه الهدف أوباما في الهدف الثاني، اعتقد انه قتل المباراة في الشوط الاول. يعني الزمالك ساعده النهاردة برضه بجانب أدائه الجيد وتنظيمه الدفاعي الجيد وتنوع هجومه سواء من الأطراف أو من العمق، ساعدوا أن الاتحاد لم يكن في حالته النهاردة. في جاب كبير جدا بين خط الظهر وخط الوسط، في عدم ارتداد للاعبي خط الوسط للمساندة الدفاعية للاعبي الاتحاد خط ظهر الاتحاد، ده أثر بشكل كبير جدا، وكان في مساحات كبيرة جدا في خط ظهر الاتحاد قدر لعيبة الزمالك أنهم يستغلوها عن طريق الهجمات السريعه والتمرير السريع في كل المباراه. طيب كابتن شريف، يعني الاتحاد السكندري من الفرق اللي بتلعب كره مفتوحه. يعني معظم لعبها في شخصيات الفرق كده، يعني الاتحاد السكندري طول عمره بيلعب قدام الاهلي، بيلعب قدام الزمالك، بيلعب قدام الاسماعيلي، بيلعب حتى قدامه قدام المقاولين العرب. لكن كان مناسب ان هو يلعب النهارده قدام الزمالك بنفس الطريقه، وكان كابتن محمد عمر كان ممكن يغير شويه. والله هقول لك على حاجه، شكل نادي الزمالك في المباراه الاولى يخلي اي فريق هيلعبه يطمع فيه، زي برضو مباراه الاهلي والاسماعيلي هيبقى في احترامات لفريق الاسماعيلي بعد كده، لان نقص اللياقه البدنيه هترتفع، فهيبقى في حاجات يعني خدناها من اول مباراه ان احنا نقدر نكون تفكير او نبني على شكل المباراه. وليه لا؟ وليه لا انا ما العبش الفرقه الكبيره واخدها في اول كده واعمل لنفسي سكور او اعمل نفسي منطقه امنه؟ هو فرق مع نادي الاتحاد خالد قمر في اول مباراه كان يقدر يديله 3 بونت، ما كانتش تفرق معاه، واحنا كنا قاعدين بنتكلم النهارده انه يكسب او يتغلب نادي الزمالك، بس يبقى على الاقل كابتن محمد عمر كان يخرج بلاعيبته النهارده مش بهذا الشكل. يعني النهارده الفرقه بتلعب بعد ما دخلت خطفت في اول جون، الحقيقه حصل اهتزاز كامل للفريق، وبعدين الهدف الثاني، وبعدين ضربه الجزاء اللي لينا كلام كبير فيها قوي، فحصل طبعا انت كجهاز فني وكلاعيبه جوه تحس يا كابتن ان هم بيلعبوا مفيش تنظيم في شكل الملعب بالنسبه لهم، بقوا خلاص بيعملوا انطلاقات، واي كوره لو نادي الزمالك عنده من السرعات الكافيه اللي حصلت في الشوط الثاني تقدر ان كل كوره بتترجم انها تبقى خطيره وتبقى هدف. يعني كان ممكن النهارده يبقى الهيفي سكور موجود جدا، فخلاص ما بقاش في التزام ولا من اكبر النتائج، خلي بالك من الزمالك والاتحاد من اكبر النتائج، وما بقاش في التزام ولا قائد في فريق الاتحاد داخل الملعب، بقت حكايه عشوائيه شويه، الحكايه بقت محرجه. حتى لما جابوا الجول يعني
اكرام للوجه وشكل ان خالد قمر عايز يثبت وكان ممكن يجيب الجون الثاني وكان هيقربه. لا وما ليه كابتن شريف على فكره ليهم فصين في الشوط الاول واحده في القائم وواحده بالهيد اتعملت حلوه قوي بالظبط كده يعني كان عدم التوفيق برضو ان هم يكونوا بيزحموا نادي الزمالك. وبعدين نادي الزمالك النهارده برضو فيه وجوه جديده دخلت علينا بتاع اربع خمس لعيبه عملوا شكل برضو زياده عدديه ولياقته البدنيه ارتفعت شويه فبقينا شايفينهم اكتر حاجه ميزت الزمالك النهارده وجود محمود عبد العزيز وطارق حامد الاثنين وبعدين قربت الخطوط يا كابتن سيد كمان من بعض يعني احنا كنا شايفينهم الماتش الاولاني تعبانين يعني لسه الحكايه مش معضمه في نفسها زي ما احنا بنقول كده انما النهارده الحقيقه هم فريش عندهم رغبه عندهم اثبات وجود مش باصين للنتيجه اكتر من ان هم يغيروا الشكل اللي احنا شفناه في المباراه الاولى. طيب كابتن حماده يمكن من اصعب السيناريو اللي ممكن يقابل اي مدير فني حدث. في اول دقيقه هو بيلعب فرقه كبيره يعني بيلعب فرقه نادي الزمالك فما بيلعبش اي فرقه بيلعب فرقه كبيره طبعا. فاول دقيقه يجي جول قول لي احساسك كمدير فني يعني وانت بتقابل نادي يعني او نادي الاهلي او اي نادي بحجم الانديه ديت يعني بتمشي خطوه خطوه وبتبدا تتعامل مع اللقاء على حسب المرحله وعلى حسب التوقيت احساسك كمدير فني وهل فعلا كان بالنسبه لكابتن محمد كابتن محمد عمر زي الصدمه الاول والثاني؟ اكيد طبعا دي الثانيه 28 هدف ده بيغير حاجات كتير عند المدرب اللعيبه اللي كانت لازم تتماسك شويه احنا الهدف جه والخطوط فتحت الزمالك مسك الجيم بشكل كويس جدا يعني مش هضيف حاجه على قالوه الكباتن طبعا الهدف المبكر تغيير طريقه اللعب لنادي الزمالك دراسه الاخطاء بتاعت المباراه السابقه الشكل اللي لعب بيه والتنفيذ والحاله الايجابيه اللي كان موجود فيها اثنين لعيبه في الملعب طارق حامد محمود عبد العزيز واوباما قدامهم والمساحات اللي ظهرت عند نادي الاتحاد نادي الاتحاد فتح الجيم بدري قوي قوي وعنده اخطاء هو يمكن المباراه السابقه في المدافعين ورا او الباك رايت والباك ليفت عنده مساحات كبيره في ظهرهم في قلب الدفاع عنده مشاكل كثيره جدا نادي الاتحاد عنده مشكله في الدفاع الجماعي بتاع التيم كله يعني في مساحات في كل حته موجوده تقدر تلعب فيها بس ده ممكن يكون السبب برضو الهدف المبكر الهدف المبكر ده يعني فتح الجيم قوي مع الحاجه الكويسه الموجوده في نادي الزمالك يعني نادي الزمالك لازم نقول النهارده شكله متغير تماما لما في تنظيم في الملعب عندك طارق ومحمود عبد العزيز واقفين صح عندك اوباما عندك كهربا اتحرك مع انه انا شايف وزنه زايد شويه ولكن عنده المهاره اللي بيقدر يعدي عمل اكتر من فرصه هو سبب في يمكن في جونين في هدفين تحرك اوباما تحرك جيد جدا تحت راس الحربه راس الحربه الثاني اللي هو بنشوفه وبيصنع اللعب بتحركاته الجيده وبيطلع معاه محمود عبد العزيز بيتقلب بيبقى في قاعده طارق حامد وقدامه محمود عبد العزيز واوباما الاثنين بيزيدوا بشكل كويس يعني لو هم معانا طبعا لقطات طبعا هتشوف محمود عبد العزيز على طول في 18 بيتقدم كويس جدا صح يمكن اللي بعيد قوي النهارده او تحس اللي هو غريب ابراهيم حسن في طبعا هو سبب في الجول الاولاني بتاع اول مباراه لسه ولكن يعني اول مباراه ليه طبعًا. مش امكانياته يعني لا هو عنده كتير ولسه ما خدش على تيم نادي الزمالك التجانس لسه ما دخلش ابراهيم حسن في وسط التيم خلي بالك مشاركته قانونيه مش قانونيه لسه هيحكمها او هيحسمها الاتحاد المصري او الاتحاد الدولي احنا مالناش دعوه بالقوانين احنا بنتكلم على بنتكلم كله بنحل المباراه مشكله وتفتحها عايز تعمل سيد عايز يبتدي مشكله طيب بص ده انت كابتن سيد احنا مش هنتكلم في ضربه الجزاء ومش هنتكلم في مشاركه ابراهيم حسن انا بتكلم على المقدمه قلت ما حدش يطلع يقول عشان تبقوا فاهمين هو ما حدش يقول الزمالك كسب بضربه الجزاء الزمالك كسب لا باداء وكل لا هي موتت الماتش صحيح لا يا كابتن الاداء جيد بس انت هتقارن بالمباراه السابقه بتاعت بتروجيت في فرق كبير في فرق كبير طبعا هو درس الراجل الاخطاء كويس جدا بتاعت اكيد اتفرج على الماتش وعنده ناس بتحلل المباراه بشكل كويس جدا في ناس ما بتدافعش الماتش اللي فات فهو لعب اتفضل اقول له حاجه كده اتفضل ده بيبين لك مدى اهميه ان يكون في عنصر مصري في الجهاز ليه بقى الراجل ده كان ممكن يفضل مصمم على طريقه اللعب اللي هي 4-1 4-1 اوكي في طبيعه وفي مناخ على فكره وفي ظروف وفي شخصيات وفي حاله يا كابتن حماد كنا اشرنا ليها المره اللي فاتت كده متفق معايا ولا الدنيا لا يعني طبعا هو طبيعي جدا المدرب يكتشف قدرات لعيبته من خلال الماتشات يمكن زي ما قلنا الاعداد بتاع نادي الزمالك كان اعداد قليل
ما كانش فيه وقت كافي للمدرب يقدر يكتشف قدرات لعيبته. الدخول جوه الدوري بيبتدي الدوري هيكتشف حاجات تاني، يعني مش ده مش احسن حاجه للزمالك لسه عنده كل ماتش هتلاقي يكتشف النهارده اللياقه البدنيه كل ما بتطلع مش حكايه اللياقه، حكايه القدرات نفسها بتاعت اللاعبين هو يبتدي يكتشفها برده خلال الماتشات. اكيد طبعا، يعني هو النهارده مش احسن حاجه، عنده اخطاء النهارده برده. مدرب يا ابو الكباتن، مدرب سعره ليه بيبقى عالي؟ انا عايز بس الناس تنقل الله يخليكم، احنا في 2018 المدرب ده 60% او 70% من نجاح اي فرقه. صحيح القماشه معاك ممكن تساعدك كابتن حلمي طبعا، لكن حضرتك لازم انت كمان تبقى عارف كويس قوي القدرات اللي عندك. الفتره الزمنيه اللي هتاخدها ما بين مدرب واخر، يعني ممكن مدرب ياخد شهر ويعرف كل قدرات اللاعب اللي معاه، ممكن مدرب ياخد 6-7 شهور ياخر لغايه ما يمشي هو ماشي يقول لك يا ريتهم بتلعبوا اللذينه. وكل موسم بتحصل يعني نفس القصه. عايز اقول لك على حاجه كابتن سيد، زمان كان يعني في الدراسات بتاعتنا وبتاع يقول لك المدرب 25% واللعيبه 75 او 20 و80، ولما المدرب يبقى مبدع ياخد 30 واللعيبه 70. النهارده المدرب قرب قوي، قرب قوي التكتيك الموجود. طبعا لو انت عندك الخامات وانت وكابتن حلمي عنده نفس الخامات من اللعيبه، بنفرق في فكره وفكري في الملعب عامل ازاي. في النهارده المدرب دخل باكثر من كده، بيوصل مثلا 35% 40% في التكتيك والشغل، وبيذاكر الفرقه كويس جدا. وزي ما انت قلت المدرب اللي عنده القدره في تعرف على قدرات اللعيبه بسرعه طبعا السيطره عليهم دي اهم نقطه. ازاي عمل تشكيل المدرب دي اهم نقطه. عنده مسؤوليات كبيره جدا، يعني عنده مسؤوليات كبيره جدا، انه ازاي يعمل تيم، ازاي يوظف لعيبته، ازاي يعرف قدرات اللعيبه دي، ازاي يعمل الكوتشنج، ازاي يدير 30 لعيب. دي مسؤوليات كبيره جدا. المدرب برضه يا كابتن مش اي حد يقدر يعملها. معاك فرقه يعني متوسطه بتعملها فرقه ممتازه او جيد جدا بتعلى بيها، ده شغل يبقى شغل مدرب طبعا صح. لكن في فرق يا كابتن حماده ما بتحتاجش ال 40% دي. يعني مثلا لو انا جبت مدرب وحطيته في برشلونه او ريال مدريد، لعيبه حافظه اعلى مستوى وعارفه عايز ايه. ايوه بس بيقابل يعني برشلونه بيقابل ريال مدريد، المستويات قريبه جدا من بعض، بس بتفرق المدرب اللي ازاي بيوظف ميسي بيوظف. لا يعني في قدرات برضو المدرب بتظهر بصماته في قرايه المباراه، بيفاجئ امتى، بيشتغل التكتيك ده امتى، فالوقت المدرب ليه دور كبير. مهمه جدا موهبه يا كابتن حلمي. الاداره كابتن شريف يعني انت شاركنا برضو في الموضوع دوت موهبه. كابتن شريف ما اشتغلش مدرب قبل كده. لا انا مدرب ومحلل وكل حاجه وانت عارف محلل عالي. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا راجل، لسه جايب لك منجم ما اكلتش. انا عايز افهمك حاجه يا عم، خفت البدله تتوسع بالراجل قال له انا عايز صندوق. يا كابتن حماده اقول لك على حماده، كابتن حماده كل الفرق اللي احنا بنتكلم عنها سموحه، الفرق الثانيه اللي هي طالعه من الدرجه الثانيه، طالعه على الدرجه الاولى، طالعه على الممتاز، طالعه الفرق دي كلها بتقابل صعوبات جامده جدا، انها بتبقى لسه الشكل عليها زي ما انت قلت النهارده ابراهيم حسن مش عارف يندمج لسه في فرقه نادي الزمالك. اذا بالك بقى بالمدرب اللي هو ما بيلحقش قبل بطوله الدوري يخش اسبوعين وبتعمل اعداد وتتعرف على لعيبتك، ومطلوب منك كل اللي قاله الكابتن حلمي انك انت تخلي لي فرقتي 10 على 10. انما اهم نقطه انتوا قلتوها ايه؟ ان هو عنده عين بيعرف قيمه اللاعب اللي عنده طبعاً. يوظفه ازاي طبعاً. يعمل القوام الاساسي بتاع الفرقه اللي طبعاً. هيعتمد عليها طبعاً. الاحلال والتبديل والتدوير داخل الملعب هو ده المدرب الكويس. وبعدين لو مشي وجي واحد غيره طبعاً. بيطلب طبعاً. من غيره طبعاً. حضرتك عشت التجربه دي كتير قوي أكيد. واحنا طبعاً. كنا بنتفرج عليك انك مدرب حقيقه فاهم واعي. كابتن حلمي، كابتن حلمي ومحطه لاي فرقه بتلعبها بتاذيها يعني طبعا. في كابتن حلمي طبعا هو من سنين عشان 5 سنين انا لسه قايل له حاجه والله ودي حقيقه. انا عارف انا عندي احساس ان هو اتولد مدرب. الله يخليك. اه والله التدريب ده موهبه برضه. لا دي مختلفه خالص عن اللعب كمان طبعا. لا كابتن حلمي احنا يعني كنا بنلعبك، كنا بنروح رايحين نلعب حلم طولان. أيوة. انا ما كنتش بجيب اسم الفرقه. ايوه انا بقولها لك عشان انت مش حبيبك يعني، انما انت الحق. الله يخليك. يعني قيمه وقامه في التدريب وعندك فكر. انا بحب بقى النوعيه اللي زيك. أيوة. انك انت ببقى رايح شايف هو قاريني ازاي الاول، قاري فرقتي ازاي وبيتعامل على قد القدرات. دي اهم حاجه، انك انت بتتعامل على القدرات اللي انت جاي تلعب. ان حضرتك برضو النهارده محمد عمر بيكلم المساعد بتاعه بيقول له فين الباص اللعيبه فكت اللعيبه راحت منه،
حتى تلاقي ثلاثه واقفين ناحيه الباك رايت ها، والزمالك بيعمل ثرو باس ما فيش غير واحد بيقابل ثلاثه من الزمالك رايحين على الجول قبل ما دول بيضموا وكلام. كان شكل ما ينفعش، لازم اتظلم فيه محمد عمر الحقيقه مع الفكه بتاعت اللعيبه. تكمل الكلام حضرتك ان المدرب بيقرا الجيم، بيقرا التيم اللي قدامه، وكمان ضروري يقريه للاعيبته، ضروري لعيبته تبقى اريا الثقه، تبقى اريا اريا التيم اللي قدامها كويس، ويخلي اللعيب يقدر كويس قوي الفرقه دي بتلعب ازاي، والويك بوينتس فين والسترونج بوينتس فين، تبقى عارفه كويس جدا هتلاعب مين وهتلاعبه ازاي. دي مهمه جدا. انا عايز اقول لك المدرب الشاطر كمان اللي هو بيقرا للعيبه السيناريو اللي ممكن يحصل طبعا. بنسبه يعني بنسبه كبيره طبعا. بتبقى انت نازل ملعب، اللعيب نازل تحس هو شايف الماتش ده قبل، مذاكر يعني، عارف مذاكر، المدرب مذاكر الماتش بالذات في الدوري المحلي يعني، واللعيب بيبقى مذاكر يا كابتن. المدرب بيشرح له كل حاجه في التيم اللي هيقابله، يعني عارف الخطوره جايه منين والضعف منين وهخترق منين وهبتدي ادافع ازاي واقفل على الزمالك. الزمالك فريق عنده عناصر كثيره جدا طبعًا. مفاتيح كتير عند الزمالك، الزمالك بيلعب من عند حازم في سرعات، عند ابو فتوح عن كهربا اوباما بيتحرك ازاي، السرعات بتاعت كاسونجو النهارده اللي ساعده برضو المساحات الكبيره، عنتر لما نزل عمل اختراقات وسجل هدف، وكان في فتح نادي الاتحاد، فتح الجيم جامد. فمع القدرات الكويسه في نادي الزمالك عرف يوصل وعرف يسجل، وكانت ممكن النتيجه تعلى. في اثنين مدربين يا كابتن سيد في اول مباراه، او ثلاث مدربين، الراجل الجزائري اللي هو بتاع فريق اسماعيلي كان يقدر يخلص مباراه كبيره قوي، ويقدر وشفناه ازاي بيتحرك وازاي بيتكلم مع اللعيبه، كان ناقص اللياقه البدنيه بس. كابتن طارق يحيى بفرقه بتروجيت، طارق يحيى بفرقه بتروجيت عمل حته جيم رائع، حته مسك فرقه الزمالك اللي هو ما يعرفش عنها حاجه طبعًا. اللي ما يعرفش كروز ده بيشغل ازاي ولا بيعرف ازاي، وبيلعب على الضلمه يعني طبعًا. نزل وكان يستطيع ان هو يترجم المباراه، زي فرقه الجونه برضو نفس بالضبط. المدرب ده برضو عمل حريه لعيبته اللي هي اثبتت لينا انه بيروح يعرفوا يروح جون ويقدروا يهددوا اي فرقه موجوده. فكان في انذارات وكان في شكل من المدربين ومن اللعيبه. كمان اللي ما ننساهوش برضه كابتن شريف بنطار دجله وتغييرات مختار يعني على طول واضح اسلوبه من اول مباراه واستخدامه حارس المرمى في بدايه الهجمه، يعني برضو ده بيطبق فكر مع فارق الامكانيات يا كابتن طبعا حلم. انا عارف يعني ده مش الزمالك ولا الاهلي، فالناس دي لازم نحترمها في فكرهم طبعًا. والناس لازم يصبروا ويدوم الفرص ان هم يقدموا الفكر اللي عندهم في رؤيه اللعيبه يعني. اختم بس حته المدرب دي عشان نخش في التفاصيل بقى اللقاء. المدرب بيبقى عامل زي ولي الامر، ومهما كانت اللعيبه وكبر سنها وخبراتها وكل حاجه، الا بقى لو واحد وصل من النجوميه والخبرات العاليه قوي اللي يقدر هو كمان يبقى قائد في الملعب. لكن اللعيبه عاملين زي الاطفال بالنسبه لاولياء امورهم. طبعا اللعيبه مع المدرب زي الاطفال بالنسبه لاولياء امورهم، يعني ايه؟ بياخد انطباعه من المدرب، يعني ما فيش مدرب يقعد يقول له خلي عندك ثقه والعب بارتياحيه وخلي عندك ثقه في امكانياتك والعب مع زمايلك، وهو بره مثلا خايف وشايف المدرب خايف، فانت بتنقل له صوره انت مش عليها اصلا. فانت مش بتكذب على نفسك، انت بتكذب عليه هو، وهو عارف. ولعيب الكوره بلغتنا كده يعني يعني انا مش عايز اقولها بس انت قلتها بقى يعني فاهم ذكي طبعا عنده جزء من المهاره، بس لعيب الكوره الجيد هو اللي بيروح لغايه المدرب وكل حاجه طبعا. كابتن حلمي انت مدرب، ما كانش لعيب هياخدك بالظبط ويخليك تعتمد عليه وهو من غير ما تقول له انا هديك ثقه، هو اللي بيديك الثقه وهو جوه انه هيترجمك كل فكرك، ان هو يثبت لك ان هو قادر، ان هو يخليك في بؤره الضوء دايما وما عندكش مشاكل. انت عندك ال 16 ماتش او ال 18 ماتش الاولانيين هم دول اللي انت بتحط فيهم العلامات بتاعه الموسم بتاعتك وبتتحاسب انت، هو ما بيتحاسبش عليك، هو يقول لهم باك في الراوند الثاني هجيب له وجه جديد يتعامل معايا، هجيب علي ماهر مكان حلمي، علمي مكان علي ماهر. ده اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت في ده، وبتظلمه واحنا كنا بنبقى حرام يعني عشان تطلع ما تقدرش تاخد بطوله كمان. طبعا يا شباب الكباتن نخش بقى على التشكيله تاني مره تانيه ونتكلم في التفاصيل بقى الاهم. الزمالك لعب ب 4-2-3-1، محمود جنش، حازم امام، محمود علاء، محمود حمدي، احمد ابو الفتوح، طارق حامد، محمود عبد العزيز، ابراهيم حسن، ويوسف اوباما، وكهربا، وكاسونجو. دي كانت تشكيله نادي الزمالك. تشكيله نادي الاتحاد كان الهاني سليمان، رمزي خالد، ويلسون، ومروان، وكريم، وشافو، وموموني، ونور السيد، وايمانويل، وبناهيني، وكان كمان خالد متولي، ومحمد ناجي، وخالد قمر. كابتن حلمي
في فروق فرديه النهارده كمان اثرت مع نادي الزمالك. اه طبعا. يعني كهربا النهارده حالته احسن جدا، يعني رغم ان ممكن يبقى زياده في الوزن شويه، لكن عمل 2 اسيست، يعني عمل جاب الجول الاولاني وعمل الجول الثاني ليوسف اوباما وضربه الجزاء. تختلف بقى، تتفق مع ضربه الجزاء؟ يعني هي مش ضربه جزاء طبعا بالتاكيد، يعني ولا حضرتك لك راي ثاني؟ هو يعني اي ضربه جزاء للزمالك يا كابتن سيد ما تبقاش ضربه جزاء. انا بما يرضي الله، انت راجل، انت راجل يعني لسه دلوقتي. انا مش عايز، انا انت راجل هنا سؤال محلل في برنامج، انا بتكلم ومحايد جدا 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 المفروض، يعني بما يرضي الله. وانت راجل معروف عنك دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ اه ضربه جزاء سيد. انت مش عايز ايه؟ دي فاول على كهربا، دي فاول على كهربا. لكن حالته النهارده اه طبعا ادت افضليه لنادي الزمالك، مفيش شك، بتبين مدى برضو ان يبقى عندك لعيب او اثنين عندهم حلول فرديه. طبعا شوف يا كابتن سيد، في عالم الكوره وعالم التدريب، التيم اللي بيعتمد في حلوله على الحلول الجماعيه هو التيم البطل، والتيم اللي غالبا ما بيكسب. كي. انما التيم اللي بيعتمد على الحلول الفرديه فقط صح، ممكن يكسب بس عدد ماتشات قليله جدا، لكن ما يشيش بطوله، لكن ما يوصلش لبطوله طبعا. فلكن التيم المحترم والتيم الجيد هو التيم اللي بيبقى عنده الحل الجماعي هو الغالب، وعنده الحلول الفرديه في وقت اللي بيحتاج فيها الحل الفردي يلاقيها بالظبط كده. فده التيم الكبير اللي بيملك كل الحلول. امال هيبقى تيم كبير ازاي غير لما يكون عنده كل الحلول، حلول جماعيه في الاداء وحلول فرديه يقدر يخلص في لمحه بصر يعني. فمهم جدا وجود واحد زي كهربا، واحد زي ابراهيم حسن، محمد ابراهيم، الناس دي، يوسف اوباما، الناس دي عندها حلول فرديه ممكن تخلص الماتش في اي وقت لما بيكونوا في حالتهم يعني. فوضع طبيعي جدا. النهارده كهربا عامل جيم كبير جدا، كان مؤثر بشكل كبير في نتيجه المباراه النهارده بالهدفين الاول والثاني. اعتقد ان مع مرور الوقت وتتالي المباريات المستوى هيرتفع اكتر، والجانب الفني هيرتفع اكتر، لان كل ما اللاعب بيلعب مباريات اكتر كل ما بيكتسب لياقه المباريات وكل ما المستوى يبقى افضل بكتير جدا. طيب كابتن حماده، يعني الاتحاد بيستعد لمباراه الترجي، ودي مهمه جدا برضو يكون في حساب المدير الفني، وانت مدير فني كبير جدا وخط لقاءات بالشكل ده بشكل كبير قوي، حساباتك المستقبليه بتخليك تادي بشكل معين، وخصوصا لو قلنا ان الزمالك قريب جدا من الترجي مثلا، يعني طبعا هيقابل الزمالك في القاهره وهيروح يقابل الترجي الماتش الجاي. الترجي اعلى من الترجي كمان. الزمالك النهارده عنده حلول كتيره، عنده قوه هجوميه. طبعا لازم كابتن محمد عمر يدرس كويس جدا الاخطاء اللي حصلت في الماتشين، مش ماتش النهارده بس، عنده خطا في المجموعه الدفاعيه كلها. يعني هو يمكن لعب النهارده مع نادي الزمالك بدايه الشوط الثاني حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، مسك الكره ووصل وعمل وجاب هدف، ويمكن وجات له فرصه برده الشوط الاولاني في مساحه لرمزي خالد اللي جت في العارضه. عنده حاجات بسيطه ايجابيات في الناحيه الهجوميه، ولكن الناحيه الدفاعيه لازم تراجع عليها كويس جدا طبعا. لازم في مشكله عندي في الاطراف، في مساحات في ظهرهم كبيره جدا، عندي ثلاثه ديفندر بنص ملعب في مساحات كبيره بينهم، يعني نور السيد مع ديدي بعيد شويه عنه، فكان عنده مساحات كبيره في وسط الملعب. حتى اول تغييره هو منزل احمد مجدي مكان ديدي، اول تغييره عشان الخلل اللي كان موجود عنده في نص الملعب. لازم يراجع الشكل الدفاعي كله للتيم. اوكي. لازم يعمل حساب فرقه الترجي كويس، اكيد هيدرسها طبعا، هيلعب في تونس الاول خلينا ويحلل الفريق كويس جدا جدا. طبعا عندهم طبعا مش انا مش عارف اللعيبه بتاعتهم، ولكن الترجي اسم كبير قوه. الترجي حاليا مش في افضل حالته. الترجي حاليا ولا الاتحاد في افضل حالاته. طبعا يعني الاتحاد برضو، لكن الترجي عنده خبره المشاركات. عنده بالظبط كده. الاتحاد يمكن بعيد قوي بقى له فتره طبعا ما بيشاركش في البطولات، ولكن هو ادى الادوار الاولى بشكل جيد في البطوله العربيه، ولكن الماتش بالنسبه له صعب قوي، صعب في ظل الحاله الدفاعيه اللي مش عايز اقول سيئه، اللي فيها خلل كتير. في خلل في الناحيه الدفاعيه، لازم يغير طريقه اللعب حسب طبعا ما هو يتراءى هو كمدرب كبير محمد، خاض تجارب كتيره
بره وجوه ويقدر يصلح الاخطاء اللي موجوده عنده قبل مباراه الترجي، بالذات في الدفاع الجماعي بتاع التيم كله. يعني مش هقول لك الحاجات الفرديه الدفاعيه، لا، الدفاع الجماعي عنده مشكله كبيره. وقفات الدفاعيه بتلاقي ممكن خالد قمر بيضغط، ما حدش بيضغط في ظهره، ففي مساحات وراه. يا يعني يضغط التيم كله بيضغط مع بعض، يا بيلعب من منطقه معينه بيقفل مساحات، وده المطلوب منه هناك. مطلوب منه هناك ان ما كانش التيم عند في اعلى معدل لياقه بدنيه عشان اعمل الضغط العالي ما يتعملش. يبقى بقف في مساحه معينه، يمكن بعد نص الملعب كده بشويه، بس الخطوط كلها تبقى قريبه، ما يديش مساحات ليهم. الماتشين اللي شفتهم الاتحاد بيدي المساحات للمقاولين، كان عنده مساحات كتير بيلعب فيها. النهارده الزمالك يعني هنقول الجون يمكن اللي عمل كده الاولاني، ولكن ظهرت مساحات غريبه جدا في كل منطقه في الملعب. الزمالك كان بيلعب في كل المناطق بشكل كويس جدا، فظهر كريم الديب الطرفين مشكله كبيره عنده. لازم يبقى فيه ناس بتساعد، يعني النص الملعب ده لازم يبقى عامل مجموعه دفاعيه ناحيه اليمين برمزي وديفندر والراجل اللي قدام ناجي جده مثلا، الناحيه الثانيه نفس الكلام، وفي تغطيه في العمق. يعني في ما يديش مساحات، المساحات هي اللي بتشكل، يعني كل مدرب بيلعب عشان اخلق مساحه العب فيها. النهارده كانت المساحات موجوده واللي عاملها نادي الاتحاد. في تحركات ايجابيه، كله دور برضه، يعني مش الحارس المرمى المقصود، يعني حتى حارس المرمى هاني سليمان له دور في الهدف الاول. الجول الاولاني المبكر قوي ده بيخلي اي فرقه، كابتن حلمي كابتن شريف، لا بص طبيعي جدا، هي كره مشتركه مع ابراهيم حسن سهل قوي مفاجاه حسابات طبعًا. الناس كلها هي مفاجاه يا كابتن، الكره دي مع ابراهيم حسن مع الباك بيشارك، عاملها بسن الجزمه خبطه، هو بيطلعها رمزي بيوقف بيتفرج، رمزي لو واقف مع كهربا كويس مش هيجيبها كهربا. طبعا ما هو رمزي اعتمد على هاني سليمان، هو شاف انها ممكن تكون سهله. لا هي كره مشتركه، والراجل عنده رد فعل كويس، هاني سليمان مفاجأة اتردت لواحد يعني موجود كهربا لوحديه في يعني في كذا هدية كره هدية. انت لو عندك المباراه او عندك، شوف رمزي طول الوقت واقف وكهربا في ظهره طول الوقت، عامل مساحه كبيره، ولا هو ضاغط لقدام مع حد، ولا هو راجع مغطي، ولا سيرت باك مغطي معاه، ولا ديفندر مغطي معاه. ففي مشكله مساحات لازم محمد عمر ياخد باله منها كويس جدا مع الترجي. مظبوط، لو فتح المباراه بالشكل ده لا مش هيفتح الكلام، فاكيد صح. يعني صح. اكيد محمد هيدرس الموقف بشكل جيد. كابتن شريف، واحد من الناس اللي هي من اميز الناس على مدار العصور لعبت في منطقه خط على الخط على الخط اوكي. يمكن الفكر زمان كان مختلف، 4-3-3 الخط الراجل بتاع الخط ده كان بياخدها، ويعني الدور المختصر ان هو ياخدها ويعدي ويعمل كروس مثلا. شفنا واحده النهارده لكن التكمله داخل ال 18 يعني بقت من 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 العصر الجديد. يعني تلاقي مثلا الوينج اللي هو بيلعب ناحيه اليمين لازم يكمل يكمل. انا شفت واحده نموذجيه للزمالك في الجول الاولاني، ايوه الجول الاولاني حتى والجول الثاني. يعني الجول الاولاني ابراهيم حسن مشارك فيه، كاسونجو موجود، يوسف وبابا موجود في ال 18، وكهربا اللي جابه دي الرغبه يا كابتن، دي رغبه اللعيبه في الزياده العدديه جوه منطقه ال 18 اللي هي منطقه العمليات اللي انا بترجم فيها. الراجل نازل ومركز وعايز يعمل كل حاجه، واستغل الفراغات اللي كابتن حماده بيتكلم فيها، فراغات نادي الاتحاد. العلاقه بين خط الوسط والدفاع بعيد جدا، ان الزمالك بوانتو ممكن تضرب الخط ده وتروح، وتضرب الخط اللي هم واقفين على خط واحد كمان فريق الاتحاد النهارده. ففي فراغات كانت موجوده في فرقه الاتحاد، ادت المساحات انطلاقات لفرقه. يعني طارق النهارده كنت شايفه مخدم على محمود عبد العزيز كويس قوي، ان هو حتى لو اتضرب محمود عبد العزيز يبقى طارق ما جناح خطوتين يمين لمم الكوره، خطوتين شمال موجود. ففي النهارده تركيز من فرقه نادي الزمالك انها تعمل نتيجه كويسه. غير كده ان هم انا كمان شايفهم النهارده بيلعبوا، يعني في فرديات، انما يوسف اوباما ترجم كل مجهود كهربا. يوسف اوباما هو اللي اتحرك لكهربا، وهو اللي عمل له وصنع له كل الشكل الهجومي. وكل ما انت يعني بتبقى عندك شكل هجومي على الفرقه اللي قدامك وبتنقل الكره صح وبتعمل، ما انت بترهق نفس ثاني، غير بقى الجون الاولاني، في الجون الثاني، في الجون الثالث اللي دخل بتقتل المجد. يعني انت بتقتل خلاص، انت هتجيب منين لعيبه لدرجه ان هم فرقه الاتحاد اتعوجت في الملعب، مش عارفه تقف ازاي، مش عارفه اللعيبه، ما حدش بيكلم الثاني، ما حدش بيشوف. انت بتشوف ثرو باس بيتعمل من نص ملعب نادي الزمالك لواحد هو الجول، والفرقه ماسكه الناحيه الثانيه بتبص على محمد عنتر من الناحيه الثانيه، راح محمد عنتر بعد كده واخد الراجل واخده مشوار وسقط محمد عنتر، ان الحكايه بقت فاضيه والحكايه بقت هويه في الملعب، انه رقص وعدل لنفسه وده جاب جول. ما دي ثقه كمان انا بكتسبها من نتيجه المباراه، من الفرقه اللي قدامي حالتهم حالتها خلاص وقفت، التفكير اتشال مع المدرب من بره. مش عصايه سحريه، يمكن الجول اللي جابه قربه شويه من انه يخش جوه الجيم، لو كان جاب جول كمان يعني احنا تاكلين
بنشوف كان في فرصه ممكن يبقى 3-2 كده نبقى هنتفرج على جيم حلو فرقه بتغطي الرابع او فرقه. انما احنا من احساسنا من الشوط الاولاني ان نادي الزمالك هيعمل هيفي سكور النهارده 3-0 وعنده تدعيمات خارجيه قاعدين على الخطوط بره يقدر يستغلها واستغلها فعلا واللي نزل جاب جول كمان يعني كان في شكل نادي الزمالك توفيق كبير جدا في الترجمه من اول ثانيه لنهايه المباراه. طيب كابتن حلمي عايز اشرح لي دور يعني في ناس ممكن ما تبقاش حاسه بيه ولا لمساه ولا ممكن تاخد بالها حتى منه يعني. لما بتلعب باثنين عندهم على الاطراف يعني عندهم الحته الهجوميه مش الاماميين الخلفيين كمان عندهم الحته الهجوميه الغلبه زي حازم امام زي احمد فتوح دور واحد زي محمود عبد العزيز زي طارق حامد في الترحيل ده مهم جدا جدا جدا. الناس ممكن ما تبقاش حاسه بده يعني كيفيه ان الباك رايت او الباك ليفت بيكمل فلازم يتم تامينه يعني في لحظه الكره بتتقطع فاشرح لنا برضو الدنيا ماشيه ازاي. اولا احنا لو اشتغلنا بنظام الجبهات جبهه اليمين وجبهه الشمال لو قلنا ان الجبهه الشمال زي ما الكابتن حماده قال فيها الباك رايت فيها الهاف رايت الجبهه الشمال فيها الباك ليفت والهاف ليفت والوينج ليفت دول ثلاثه في الجبهه دي. انا عشان اطبق الجانب الهجومي بشكل جيد يبقى 2-1 يبقى 2 بيهاجموا من الثلاثة وواحد بيعمل الكفر okay. لان التأمين الدفاعي مهم جدا ده مش واحد بس لا ده اذا كان حد من نص الملعب هو اللي هيأمن الباك والوينج ده كمان السرد باك اللي ورا صح بيرحل بيقفل الحتة دي كمان يعني عشان تبقى مأمن ظهر الناس دي بشكل كويس ما تتضربش من الحتة دي فدي نقطة مهمة جدا ان انا بفكر في الجانب الدفاعي وانا بهاجم بفكر في التأمين الدفاعي وانا بهاجم ده شيء مهم جدا وده دور الاتنين بتوع نص الملعب يعني ولو مثلا واحد زي طارق في الجبهة الشمال الهاف الشمال مثلا زاد وخلاص لو زاد مع الوينج يبقى الباك بيستنى في البوزيشن ده يبقى مقفل قصدك لو بتلعب 4-3-3 4-3-3 لو 4-4-3 4-3-3 اوكي حتى لو انا بلعب 4-2-3-1 يبقى الاثنين الارتكاز دول دورهم الدفاعي اكبر بكتير جدا من الدور الهجومي ممكن واحد فيهم زي الفرق لو الاثنين دول بيلعبوا في فرقه كبيره يبقى واحد من الاثنين دول هو بيزيد والتاني بيعمل الكفر واحد بيزيد والتاني بيعمل الكفر بحيث ان انت برضو يبقى انت مأمن بشكل كويس في ايه بقى ان الباك العكسي دايما بيضم على السرد باكين يبقى السرد باك بيقفل ناحية الشمال السرد باك التاني في نص المسافة الباك ليفت ضامن يبقى 3 ورا ومعاهم 2 في نص الملعب ده تأمين جيد جدا وده مهم جدا يا كابتن سيد ان كل مدرب ضروري يفكر في التأمين الدفاعي وهو بيهاجم. اوكي طيب بيقول لي لازم نطلع فاصل في حد من المايك عندكم بدا انا تقريبا كابتن حماد نطلع فاصل وبعدين نرجع من جديد نكمل حوارنا ومباراه الزمالك والاتحاد وكمان مباراه الاسبوع الثاني هتشاهد مين هيقابل مين وهل المستوى هيتقدم ولا لا وهنشوف يعني كره احلى ده اللي هنعرفه من ضيوفنا كابتن حلمي طولان وكابتن حماد الصدي وكابتن شريف عبد المنعم. يواصل قطار الدور الممتاز مسيرته السريعة فبعد نهاية الأسبوع الأول بدأت على الفور مباريات الجولة الثانية التي ستشهد مواجهات قوية ومثيرة حيث يستضيف غدا العائد مرة أخرى لدور الأضواء حرس الحدود الذي تلقى الهزيمة من الإنتاج الحربي في الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف يستقبل فريق الداخلية الذي تعادل مع وادي دجلة بهدف لكل فريق. يأتي الإسماعيلي الذي قدم عرضا طيبا في المباراة السابقة أمام حامل لقب المارد الأحمر وتعادل معه بهدف لكل فريق ليقابل بتروجيت هو الآخر الذي أدى مباراة أكثر من جيدة أمام الزمالك وتعادل معه سلبا. بعد تعادله في الأسبوع الأول مع الداخلية يواجه وادي دجلة أحد الفرق العائدة للدور الممتاز فريق الجونة الذي خسر المباراة الماضية من المصري البورسعيدي.
ويشهد يوم الثلاثاء القادم أقوى مواجهات الأسبوع الثاني من الدوري، حيث يستضيف فريق المصري المارد الأحمر، ويتطلع أبناء بورسعيد لاستكمال مسيرة الانتصارات بعد تغلبهم في المباراة السابقة على الجونة بهدف نظيف، بينما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز بالمباراة والنقاط الثلاث لتكون خطوة على طريق احتفاظه باللقب الغالي وتعويض فقدانه لنقطتين في الجولة الأولى بعد تعادله مع الإسماعيلي. تستكمل بقية مباريات هذا الأسبوع يوم الأربعاء، حيث يواجه فريق بيراميدز الانتاج الحربي، وحقق الفريقان الفوز في الجولة الأولى إذ تغلب بيراميدز على MP بهدف نظيف، كما حقق الانتاج الحربي الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف. ويستضيف المقاولون العرب الذي تعادل في المباراة الماضية مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، يستضيف فريق مصر المقاصة الخاسر في الجولة الأولى من سموحة بهدفين مقابل هدف. وبعد الفوز في المباراة الماضية يطمح فريق سموحة في تحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب الوافد الجديد فريق النجوم الذي تعادل في الجولة الأولى سلبا مع طلائع الجيش. يحل MP بعد خسارته المباراة السابقة بهدف في نهاية اللقاء أمام بيراميدز ضيفا على فريق طلائع الجيش. وأقيمت منذ قليل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، فكل التمنيات الطيبة لفرق الدوري الممتاز للكرة المصرية. مع كابتن حلمي طولان وكابتن حماد الصيد وكابتن شريف عبد المنعم. كابتن حماد، كنت عندك اضافه على كلام كابتن حلمي؟ بكمل بس كلام الكابتن حلمي، وقالها شرح كذا حاجه. هو حته اللي بيقفل على الباك، لو الفرق الكبيره بتعتمد على الاطراف في الهجوم، الاطراف اللي هي الخلفيه الباك رايت والباك ليفت، بيبقى الديفندر بينزل في نص الملعب، يبقى في وسط السرد باكين والسرد باكين بيقفلوا وقافلين، يبقى عندي ثلاثه ورا قافلين بشكل كويس، وفي الفندر بيكمل، وعندي الباكين بيبقوا وناج قدام عشان استغل القوه بتاعتهم. يعني يمكن شفنا في كاس العالم احنا فرق كتيره تحس بتلعب ثلاثه ورا، في فرق بتلعب بثلاثه فعلا، وفي فرق بتتحول للثالث ده بالديفندر، بيبقى نازل في نص سرد باكين، سرد باكين فاتحين بقى على خط. بس ده في حاله الدفاع ولا في حاله الهجوم؟ بص، في بناء الهجمه بتبقى كده السرد باكين بيفتحوا في حاله الهجوم برضه عشان يستغل الاطراف اللي بره اللي هم اللي من تحت، طاير الباكين بخلي الثلاثه واقفين بالشكل دوت. الديفندر ده مسؤوليته في الحته في الكلام دوت تصحيح الاخطاء بسرعه. لا يعني هقفل هنا خلاص، هو في مجموعه دفاعيه تبقى موجوده في الملعب. المجموعه الدفاعيه ديت اللي هي مش مشاركه في الهجوم، منهم الديفندر ده والسرد باكين واقفين ازاي، وقفتهم عامله ازاي. اللي هو مين يا كابتن حماده في الدوري العام اللي بيعجبك في هذه المنطقه؟ اللي كان بيعملها كويس النادي الاهلي. سلام عليك. سلام عليك. النادي الاهلي كان بيعملها كويس. لا ده سؤال لسنه بس. على فضلات انا عايز اعرف الفكر اللي هو بيقولوا لي، بيقول لي انت ما مرنتش قبل كده. مين يا كابتن حماده؟ ده ما بيجيبش مانجا بس، خلي بالك ده بيسال مسكني. مين اللعيب اللي خدك؟ سوليه ولا عاشور؟ ومين اللي بيطلع لي الاطراف اللي نفسك فيهم؟ انا كمدرب بحب اطرافي تشتغل. مين عندك خدك؟ قول فرقه مين عندك خدك في الدوري يقدر هو اللي يعمل الشكل ده؟ النادي الاهلي كان بيعملها كويس جدا. عن طريق مين؟ كان عايز حسام عاشور هو اللي بيقف. ايوه في الحته دي بيقف في وسط الاثنين في بناء الهجمه. هقول لك على حاجه بقى يا كابتن، هقول لك على حاجه، برافو عليك. بس احنا كنا بنعاني انا وكابتن حسام وكابتن حافظ، انا كمحلل وهم كان اداره هناك، ان عاشور ابتدى معانا يا كابتن علمي على طول بيطلع لورا زعيق وبتاع في قدام لغايه لما طور نفسه. قدامه الكره تضيع لغايه لما طور نفسه. لما طور نفسه حصل ايه؟ كابتن سولية بقى سبرنتات وبيبعت وبيروح للجول وبيزور منطقه الجزاء وبيشوط. كابتن حماده الحته بقى اللي انت بتتكلم فيها دي النقطه، حسام عمل التعويضيه بالظبط اللي خلى الراجل اللي واقف جنبه في 4 2 3 1
يروح ويبقى مكمل غذائي للناحيه الثانيه. بنتكلم في النقطه بس كابتن حماده، البدايه نفسها المجهول مثلا بيمسكها السرد باكين بيقوموا فاتحين 4-2-3-1 بيقوموا خدها 4-2-3-1 ديت او يبدا اللعب. دي بتبقى في وقت معين او على الورق، ولكن لازم واحد من الاثنين ديفندر بيزيد مع الراجل اللي تحت راس حربه، الاثنين بيطلعوا لقدام واحد من تحتهم قاعده. لكن في نفس الوقت برجع للديفندر اللي بيقول بوكس تو بوكس، اللي هو بيروح ويروح ويرجع 18-18، واحد عندي بثابت، وممكن الاثنين بقى حسب الخطوط كلها قريبه من بعض لازم الاثنين يروحوا. انا في ماتشات في افريقيا كنت بلعب ليوبارد وانيمبا الكونغول، الفرقتين دول لعبتهم وانا مع سموحه. كنت عامل تركه حلوه جدا زي ما الكابتن حماده بيقول ان انا طير الباكين. كنت بلعب هنا بثلاثه على قدام، ثلاثه فاتحين وثلاثه في نص ملعب واربعه ورا. فانا كنت عايز اطير الباكين، فكنت خلي الاثنين اول ما الكره تبدا معايا وبنقل معايا في نص ملعب، الاثنين اللي على الاطراف يروحوا ضامنين تحت راس الحرب ويفتحوا لي عشان افضي مساحه للباكين يطلعوا كونجين اساسا. المساحه تفضل في الوقت ده كنت بثبت الثلاثه بتوع نص الملعب واحد ورا الباك ده، واحد ورا في الجبهه دي، واحد في الجبهه دي، واحد في نص الملعب، واثنين ورا سرد باكين. اللي عملت كده في الماتشين طبعا يعني كان شكل هجومي غير عادي. ماتشين من اعظم الماتشات اللي اتلعبوا هنا في مصر على مستوى افريقيا، وانا بدون مبالغه يعني ماتشين انا كنت محتاج اكسب اثنين وما يجيش فيها جول. في الماتشين الاثنين كنت خسران 1-0 هناك واكسب هنا 2 مع كل فرقه ما يجيش فيها جول. انيمبا انت خدني ذاكرك كسبت 2-0 والجول الثاني في الدقيقه الاخيره 92 الدقيقه 92 لكن انيمبا دي ما عدتش نص الملعب عندي ال 90 دقيقه. بس كان عندك اثنين باكات رايت اي واحد يلعب فيهم رجب بكار والتاني كان بكار ما كانش معايا. التاني اسمه ايه السريع جدا لا كان معايا الولد منصو ده معايا منصو كان احسن باك اشرف ناحيه اللي احسن باك رايت في الدوري المصري. السرعات اللي احنا بنتكلم عارف سريع سرعه عارف يا سيد منصو بتاع كوت ديفوار ده والله لعب والله لعب قدام النادي الاهلي في النهائي في الكونفدراليه وراس الحربه اسمه ايه اللي هو قوي جدا وما بيعرفش يلعب كوره اللي جاب لك جون في الوقت الضايع كان اللي كان لعب في الاتحاد ده لف في مصر لف كده الماتش ده يا كابتن سيد لو كانت ذاع في التلفزيون كان هيبقى وضع مختلف تماما لان الماتش ده انا اتفرجت على ماتشات اهلي وزمالك بيلعبوا في افريقيا كتير واسماعيلي وبتاع مفيش فرقه لعبت كده في مصر لدرجه ان الاتحاد الدولي اختار هذا اللقاء احسن لقاء في الفتره دي وفي المرحله التاهل للمجموعات. انتوا تاهلتوا على اثار النهارده طبعا يعني. فانا كنت بطبق الطريقه بالشكل ده كنت بثبت الثلاثه في نص ملعب، اثنين سرد باكات وثلاثه قدامهم نص ملعب وبطير الباكين. يا بخت كل مدرب زي كده انه يلاقي لعيبه تنفذ له احلامه في الملعب. كان لاقي والله كان انا هنا لا يا بخت انك انت يبقى معاك لعيبه فعلا بتديك الفكر بتاعك اللي انت طبعا هم دول كانوا بينفذوا بسم الله ما شاء الله يعني. طيب قبل ما نروح لفعاليات الاسبوع بقى وتكمله المباراه ورايكم في المستوى هل هيرتفع ولا لا، اخد منك كابتن شريف حاجه مهمه جدا النهارده، التفاصيل الصغيره كابتن حلمي كابتن حماده يعني ممكن تساعدك وممكن تيجي عليك. يعني ممكن تبقى مستحوذ 10-12 دقيقة، وأنا بقول دايما المباريات الكبيرة كده بتتاخد على الأجزاء مش على الكل. يعني مفيش فرقة تتسيد غير نادرا يعني من الثانية الأولى للثانية الأخيرة. الاتحاد النهاردة كان ممكن يرجع. كان ممكن يرجع وخصوصا لما كانت النتيجة 2-0. كان في كرة للعارضة في العارضة أو القائم في القائم كرة رمزي. وكان في شك في ضربة جزاء لخالد قمر اتردد بضربة جزاء ثانية. فأدت أفضلية وفرق الأجوال لصالح الزمالك، لكن الاتحاد السكندري في كره ليه في القائم، في كره ليه في العارضه، في انفراد لخالد قمر، في ضربه جزاء مشكوك فيها لخالد قمر، كان ممكن الاتحاد يقرب. دول يا كابتن سيد ال 20 دقيقه بتوع الاتحاد انا هقولهم لك 10 و10 اللي هم في الماتش كله. انما اللي احنا اتفقنا عليه كلنا ان لما اخش فيها جول في اول ثانيه او في اول 30 ثانيه وبعدين ابتدي العب ثاني اخش فيها جول ثاني فانا بقى فكري مشتت بقى اخدت الحكايه ايه؟
نفسيه عصبيه. حتى الباص بتاعك ما بيبقاش 100% سليم. انت اول ما بتفسد الباص بتاعك الكونتر اتاك عليك بفرقه عندها هدفين في جيبها وبتلعب بارتياحيه، غير لما نادي الزمالك يلعب بعصبيه ما جابش جون لسه، فمش هيبقى معاك في الجيم وانت معاه في الجيم. والتالت كمان جه ضربه الجزاء المشكوك فيها، طبعا هي مش ضربه جزاء خالص، قتل الكره. قتل، والكره اللي جت في العارضه دي لو دخلت جول كانت غيرت شكل الماتش كله، واحنا متفقين على قربت الاتحاد. يعني اللي احنا عايزين نقوله ان نادي الاتحاد النهارده نازل اتخطف وهو مش مركز كمان، يعني هو نازل يكسب، هو مش نازل يتعادل، لا انا شايف ان هو بيلعب فاتح خطوطه وبيمسك الكوره وشيء اتضحك عليه بالماتش الاولاني بتاع نادي الزمالك، وشاف ان بتروجيت كانت الاحق. ففي حاجات كتير قوي وسيناريوهات كتير حصلت في الماتش النهارده، يعني مش اتظلمت لعيبه الاتحاد، ده فرق، انا بالنسبه لي كشريف ده فرق امكانيات. فرق امكانيات لعيبه نادي الزمالك وامكانيات نادي الاتحاد. نادي الاهلي ونادي الزمالك من الفرق الكبيره اللي تقدر تعود في المباراه اذا دخل فيهم جول. دول بيقدروا، خطوطهم بتتقارب، عندهم من اللعيبه بياخدوا مسؤوليه الفانيلا وبياخدوا مسؤوليه حاجات كتير قوي. فاحنا بنبقى شايفين عندك احساس دايما ان هم جوه ال 18 وبتحصل زياده عنديه تحرريه من غير تعليمات من الجهاز الفني بره، وانت ده اللي ما حصل في النادي الاهلي، حصل حاجات كتير قوي. الراجل الجول عمل اسلوب باص يا كابتن للراجل اللي بيعرف يلعب الكره بدماغه، ودي ميزه جدا للشناوي اللي عملها دي، ما راحش عملها ناحيه ازارو. ده حس ان هي دي المنطقه الصح ولعبها ومقصوده، مش ملعوبه عشوائيه الحقيقه طبعًا. عشان يعمل بدماغه ناحيه ثانيه يدخلها جوه عشان الحظ يديلك الكام كره اللي راحت منك وعدم التوفيق. فهي نادي الاتحاد النهارده لو كان دخل جوه الجيم وهو اللي كان عنده السبق في احراز الهدف بتفرق او السيناريو، ما كناش هنتكلم عن الاتحاد اسكندريه. طيب عشان نقفل مباراه الاتحاد والزمالك او الزمالك والاتحاد، كابتن حماده عندك تعليق على التغييرات هنا او هنا؟ لا يعني التغييرات كانت طبيعيه جدا. يمكن محمد عمر عمل تغييره في نص الشوط الاولاني بخروج ديدي اللي هو حس فيه مشكله عنده في نص الملعب، بس برده ما تصلحتش من احمد مجدي برده. كانت فيها كان في مشكله في زي ما قلت المشكله الدفاع الجماعي، هو بيأثر على الخطوط كلها. ثلاث اهداف في الشوط الاول كان صعب جدا، يمكن انت قلت كانت النتيجه 2-0 وكره للرمزي كانت ممكن اللي في العرض تخرج بيها 2-1، لكن 3-0 الشوط الاولاني كانت خلاص قتلت الجيم تماما مع فريق قوي زي نادي الزمالك. يعني مش طبعا وتوقيتات الاهداف، انت بتنزل الشوط الثاني في الدقيقه انت بتسجل 3-0 الشوط الاولاني، خالد قمر في 56 بيجيب هدف 3-1، وممكن تقول هيخش في الجيم بتلاقي الجون الرابع يجي في الخامس، فالموضوع اتقتل تماما بتوقيتات الاهداف. والزمالك طبعا النهارده يستحق طبعا الفوز، يعني عمل نتيجه واداء طيبين طبعا كبدايه ثاني ماتش في الدوري، بدايه كويسه بالنسبه لي. عندك اي تعليق على التغييرات يا كابتن حلمي؟ هو طبعا التغييرات مهمه انك تعمل الثلاث تغييرات في التوقيت ده في البدايات، يعني البدايات لسه لياقه المباريات، اللاعب مش مكتمل لياقه بشكل كبير، في لاعب بيظهر عليها التعب وبيظهر على الارهاق، فمن الواجب ومن الضروري انك تدفع بالثلاث تغييرات. حصل مع كهربا خرج بشد في العضله الخلفيه. بالظبط كده، بالظبط كده. ابراهيم حسن برضه لسه ما دخلش فورمه، فمحتاج تدفع بحد في المكان ده، فبرضه جايب محمد حسن عشان في نص ملعب لا قدر الله لو حد جرى له حاجه، فضروري برضه تطمئن عليه تديله شويه عشان يدخل في التيم ويعرف اسلوب اللعب ويقدر ينفذ ويقدر المدرب يشوفه يعني. فالتغييرات مطلوبه في التوقيت ده نتيجه للحاصل اللي احنا شفناه، اجهاد، اصابه، عايز اشوف حد مهم جدا دلوقتي. يعني من انصار التغيير الرابع اللي ممكن يتم اضافته في الفتره اللي جايه بحسب قانون الفيفا، ولا هيبقى كتير قوي؟ كتير بصراحه، يعني هيبقى كتير جدا يعني. يعني هتبقى العمليه زي الماتشات الوديه بقى اللي بيشترط عليها 4 و5 و6 لعيبه، انا بعتقد ان هذا كافي جدا جدا يعني. ثلاث لعيبه كافيه جدا، حتى انا ضد الاربع لعيبه الاجانب اللي يلعبوا في ماتش. لا، الفيفا بيعملها في الوقت لو في ماتش فيه اكسترا تايم من حقك تغير الرابع، لكن مش اثناء المباراه مش هتغيرها. بيعملها بدايه، ما خلي بالك التغيير الثالث كان كده. ايه رايكم لو هي حارس المرمى فقط؟
يعني حارس المرمى الرابع يبقى حارس مرمى. يبقى حارس مرمى. خلي بالك الثلاثه بدات كده يعني كان اثنين والثالث الزام ان يكون حارس مرمى. وبعد كده انا بقول لك غالبا يعني هتبقى كده يعني هم لا يعني التدريج هم بيبقوا اربعه بيعملوا عمليات تجريبيه يعني. هو الاتحاد الدولي حاطط في القانون بتاعه حاجات معينه حاطط انت ممكن انت كاتحاد محلي تاخد من الاتحاد الدولي هو قال لك ممكن تغير تعمل الدوري بخمس لاعبين تغير خمس لاعبين ليك لغايه خمسه دي جديده دي لا ده من زمان موجوده بس انت كاتحاد قاري او بيبقى اللوائح كلها على الثلاثه لكن هو حاطط اللي انت ممكن تغير كذا 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 يعني حسب لوائحك الداخليه بس ما تزيدش ما تزيدش عن خمسه يعني الاتحاد الافريقي ممكن يحدد البطوله قبل ما نلعبها فيها اربع تغيير بيحدد قبلها يعني. البطوله يبقى فيها يعني تحدد الكره ممكن يحدد قبل البطوله في التغييرات هتبقى اربعه مثلا جديده دي اجيبها لك معاك لو موجوده معاك ما كانش في سبب ان هو يعملها بقى في الاتحاد في هذا مدرب كاس العالم مدرب كده كده موجوده اصلا حماده واخد اقرها هو اقرها انا جديده بالنسبه اقرها لا ده مدرب منتخبات لا كمان الكتاب القانون 2018 فيها الحاجات دي عنده اكيد صح تمام انت بالانصار تغيير الرابع كابتن انا حارس المرمى يعني النهارده انا شفت كان عندي تغيير لازم اعمله في نادي ممكن اعمل الرابع اعمله حارس مرمى انا كان عندي تغيير حارس مرمى النهارده انا لو مكان محمد عمر انا هغير الهاني عندي طبعا بعد بس ما كانش موافق يعني بيشوط الكره في اللعيب ده لو جت في اللعيب واللاين مان شافه ولا الحكم ده هترد واداله انذار للاعتراض في نفس الوقت بيزود يعني هو شايف انها مش ضربه جزاء هو شافها منين يا كابتن هو شايف والراجل فوق هو ابراهيم شافها خلاص يشوفها احنا هو ما يشوفهاش خلاص ابراهيم شافها ابراهيم شفناها ابراهيم دي حكايه ثانيه انما هو يشوفها منين الايه على العموم يبدو ان الاسبوع الثاني هيبقى ساخن جدا عايز اقول لكم الفرق ما بين الاسبوع الاول والاسبوع الثاني ان الاسبوع الاول كله في التسع لقاءات شهد 14 هدف فقط مع ان المباراه الاولى في الاسبوع الثاني 6 اهداف لحد دلوقتي داخلين على دوري ساخن جدا يعني في الاسبوع الثاني بدا اهوت او اهو خلاص هنشوف الاسابيع او هنشوف المباريات اللي جايه في الاسبوع الثاني نروح لتقرير الاسبوع الاول ونرجع نتكلم مع ضيوفنا في رايهم في الاسبوع الثاني اللي اول مواجهاته واول لقاءاته كانت تجمع ما بين الزمالك والاتحاد وانتهت ب 5 اهداف او 5-1 لنادي الزمالك. انتهت فعاليات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. لم تشهد أي مفاجآت باستثناء فوز بيراميدز على إم بي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية على أرض ملعب استاد بتروسبورت، حيث نجح الوافد الجديد في تسجيل هدف الفوز على الفريق البترولي في الدقيقة الأخيرة من تسديدة محمد مجدي أفشا. تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض ملعب استاد الأسكندرية، وتعادل الزمالك مع بتروجيت سلبيا في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب استاد الجيش بالسويس، وتعادل الداخلية مع ضيفه وادي دجلة بهدف لكل فريق على استاد كلية الشرطة بالعباسية. وعلى استاد السلام نجح المدرب القدير مختار المدير الفني للإنتاج الحربي في قيادة فريقه للفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف ليقتنص أول 3 نقاط لفريقه في الموسم الجديد، بينما فشل عماد سليمان المدير الفني للحدود في إثبات ذاته مع انطلاقة المسابقة، كما اقتنص النجوم FC نقطة 8 من أنياب طلاع الجيش بعدما تعادل معه سلبيا في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت. كما نجح البوركيني محمد كوفي مدافع الفريق في إنقاذ فريقه من فخ التعادل مع الجونة وسجل هدف الفوز على أرض استاد برج العرب. المصري يواصل عروضه الجادة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق. تعادل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع ضيفه الإسماعيلي بهدف لكل فريق، حيث تقدم للإسماعيلي سعد الجزيري الوافد الجديد لصفوف قلعة درويش، وتعادل محمد شريف لاعب الأهلي وكفى مدربه بعد أن دفع به في الشوط الثاني للمباراة في الدقيقة 94 من عمر اللقاء. وتاني محاولة ولسه خطر وهدف التعادل. يا عالكورة الكورة في أي لحظة وليد أزارو يا
يعيد التوازن. الدقيقة 94 وليد أزار. كما واصل علي ماهر المدير الفني لفريق سموحة تألقه التدريبي وقاد الفريق السكندري لتحقيق الفوز في أولى مبارياته مع الفريق على مضيفه مصر المقاصة متغلبا عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض ملعب المقاولون العرب. فيما خطف تألق اللاعبين الأجانب في الجولة الأولى كأحد أبرز ظواهر الجولة الأبصار، حيث نجح إيمانويل بناهيني في افتتاح أهداف الموسم الجديد للاتحاد السكندري في مرمى المقاولون العرب. كما سجل السنغالي إبراهيم ناداي هدف وادي دجلة من ركلة جزاء أمام الداخلية. كما أهدى ويليام أوكروكيت لاعب الإنتاج الحربي الجديد فريقه نقاطا ثلاث بعدما سجل هدف الفوز على حرس الحدود. الوضع نفسه في النادي المصري حيث سجل محمد كوفي هدف الفريق البورسعيدي واقتنص نقاط المباراة. سجل التونسي سعد الجزيري لاعب الإسماعيلي هدف فريقه خلال مواجهة الأهلي. كما افتتح الناميبي شيلونغو مهاجم سموحة أهداف فريقه أمام مصر المقاصة. الفل عليكم مره ثانيه، والجزء الاخير من حلقتنا النهارده ملعب الاهلي. يعني خلينا اقول لكم شويه احصائيات، لكن بذكركم ان بكره ان شاء الرحمن اولى حلقات الاهلي الليله مع كوكبه من النجوم وكوكبه من المذيعين، هيغطوا كل الالعاب اللي موجوده في النادي الاهلي، كل الاخبار الجديده حصريه بالتاكيد على قناتنا قناه النادي الاهلي. والساعه 11 ان شاء الرحمن بكره باذن الله هكون معاكم، وحلقه ان شاء الرحمن تكون مميزه جدا. هنجمع لكم شويه حاجات كده، وهيبقى معانا ضيوف خاصه بالجوله الاولى ومباراه الزمالك واللي جاي كمان، وحتى لو عندنا موضوع هنناقشه بشكل موضوعي جدا جدا، ونتمنى ان كمان الناس ممكن تدخل معانا وانتم كمان على صفحتنا على الفيسبوك وصفحه ملعب الاهلي تشاركونا من خلال ارائكم واقتراحاتكم. بعض الارقام كابتن حلمي، كابتن شريف، كابتن حماده، جاي لي رساله كابتن حماده على الموضوع ده على تليفوني، مفيش حاجه اسمها خمسه، سلمت نفسي ليك انا خالص. لا خلاص، يبقى دكتور طارق ده يعني موسوعه. ممكن اكون قريتها مثلا في الناشئين او الشباب، ما اعرفش، انا هتاكد منها واقول لك عليها. بس بقى بس لا خلاص، تعرف هم قالوا ايه؟ بس بقى دخلوا امجمهم، قالوا ترى عمرهم ما دخلوا مصر. بس انا مع كابتن حماده، انا اثق في الكلام اللي انت قريته. طيب الارقام يا كابتن حلمي، كابتن حماده، كابتن شريف، الاهداف 14 هدف من 9 لقاءات، اربع فرق بس هم اللي شاهدوا او حققوا الانتصارات، المصري على حساب الجونه 1-0، وسموحه على حساب مصر المقاصه 2-1، والانتاج الحربي على حساب حرس الحدود 2-1، وبيراميدز على حساب انبي 1-0. كل المباريات بعد كده انتهت ما بين الايجابي والسلبي. اربع ضربات جزاء، ثلاثه تم احرازهم عن طريق مصطفى جمال لحرس الحدود، وحمد نبيل منجل لسموحه، وابراهيم نضاي لوادي دجله، وخالد قمر كان اهدر ضربه جزاء في مباراه الاتحاد والمقاولين العرب. مباراه الاسماعيلي والاهلي كانت ال 30 لكارتيرون اللي هو المدير الفني للنادي الاهلي، حيث ادار 29 مباراه سابقه مع وادي دجله، فاز في 14 وتعادل في 9 وخسر في 6 مباريات، ليكون التعادل 6 مباريات ليكون التعادل مع الاسماعيلي هو التعادل العاشر له في الدوري الممتاز. الاهلي ما نجحش في الفوز في مباراته الاولى في الدوري، ودي المره الثانيه السنه اللي فاتت، يبقى فال كويس يعني. والزمالك برضو المره تعادل مع الجيش. الجيش اول مباراه فعلا يعني. محمد شريف هو هدفه الاول. انا مع الفرقه دي. انت اللي كنت ماسك لا ولا سامي؟ احمد سامي. بس كان في حكم احمد سامي واحمد حمدي. كان في حكم احمد سامي واحمد حمدي. احمد حمدي مش هنسى الاسم ده في حياتي. انا متهيألي قبل ما اموت اقعد اقول احمد حمدي. ممكن. لا طبعا انا بهزره، بكن له كل احترام والتقدير، لكن انا بتكلم دايما في نقدنا لا نتجاوز في حق حد ولا نتكلم في حق حد، كل الناس سمعتها زي الفل وطبعا على راسنا من فوق. دي بعض الارقام يا كابتن حلمي، كابتن شريف، كابتن اتفضل، كابتن حماده. نتكلم بقى على مباراة الجولة الثانية. النهاردة كانت أولى مباراة خدناها بالتفصيل. كابتن حلمي رأيك سريعا كده، خلاص احنا الوقت بيجري بينا معاكم بيعدي بسرعة بشكل رهيب جدا. آخد تعليقك وتوقعك على المباراة الأولى اللي هتجمع ما بين حرس الحدود والداخلية، هتبقى الساعة 4:30 إن شاء الله الرحمن على استاد الماكس في اسكندرية. يعني أنا شايف إن بداية حرس الحدود بداية جيدة جدا، أداء ممتاز جدا بالرغم من حداثة
هذا الفريق، وبالرغم من الخبرات القليله المعظم لاعبين منظومه محترمه كمان. طبعا انا شايف انه ادى مباراه كبيره جدا، وكان لا يستحق الهزيمه، كان يستحق على الاقل نقطه من اللقاء الاول مع الانتاج الحربي، وده حقيقي يعني. كان بتعادل لحد دقيقه 90 بالظبط كده. فريق الداخليه من الفرق اللي هي عندها اندفاع هجومي كبير جدا، وده بيبقى على حساب الجانب الدفاعي وعلى حساب التأمين الدفاعي، ولذلك الهجمات السريعة بتشكل خطورة كبيرة جدا على الداخلية وعلى فريق الداخلية. فريق حرس الحدود فريق منظم، فريق بيلعب ككتلة واحدة دفاعيا وهجوميا، خطوطه متقاربة جدا، من الصعب اختراقتها. أنا شايف إنها هتبقى مباراة قوية جدا، لكن أنا أرجح كفة حرس الحدود. حرس الحدود؟ أوكي، تتوقع حرس الحدود. أيوة. كابتن شريف، الإسماعيلي وبتروجيت. الإسماعيلي وبتروجيت ده هتبقى مباراة جيدة جدا. إسماعيلية اللقاء على فكرة. فيها اتنين مدربين محترمين جدا وبيقروا الخصم جيد جدا. وعندهم خطوط ملتزمة. وعندهم شكل دايما، مش عايز اقول لك ان هم بيطمعوا دايما في ان هم يخرجوا بايجابي، ما بيحبوش ان هم دايما الفرق دي تخرج باي شكل سلبي. فيملك طارق يحيى واللعيبه بتاعته الحقيقه، ما كانش بعض الاصابات حصلت في فرقته هتخليه يغير بعض الوجوه الجديده برضو زي نادي الزمالك كده، هنشوف شكل جديد لبتروجيت. يا رب نشوف المستوى اللي احنا شفناه في مباراه قدام نادي الزمالك. الاسماعيلي اعتقد ان حاله استشفى بقى بعد مباراه الاهلي الكبيره اللي لعبها دي، يكون حصل زياده بقى ان اللعيبه بقى عندها ثقه في نفسها، اللعيبه دخلت جوه الشكل الدوري، دخلت جوه المباراه الرسميه، قروا شويه مع المدرب وفكره، والمدرب بقى عنده ثقه في اللعيبه اللي هو الفكر اللي عنده قد ايه هم نفذوا له في مباراه الاهلي. فدي هتبقى مباراه اعتقد ان هي خارج الخطوط اكتر منها داخل الخطوط، وتحديدا كمان او بالذات لما يكون الاثنين اجادوا في لقائهم الاول. يعني خير الدين المضوي اجاد في اللقاء الاول، كلنا اشدنا يعني، وطارق يحيى كمان اشدنا بيهم الاثنين جدا. عشان كده انا شكل المباراه اعتقد ان هم قاريين بعض كويس قوي، هيقدموا لنا وجبه جيده يعني. طيب واد دجله والجونه كابتن حماده، اضيف حاجه صغيره للاسماعيلي. الاسماعيلي السنه اللي فاتت كان بيأدي كل ماتشاته خارج ملعبه كويس أحسن. جدا في ملعبه كان دايما نتائج خايفين من كده سلبيه صح، فدي ممكن تبقى في ضغوط عليه حتى بعدد قليل من الجماهير اللي بيحضر، او في ضغوط عليه في البتاع. بس اكيد ماتش صعب على الاثنين، ماتش صعب الفرقتين مادين الاسبوع الاول كويس. ماتش دجله والجونه ماتش يمكن اللي بيقود الجونه جهاز فني كله من دجله، هشام زكريا الحصري كلهم يعني عارفين الفريق كويس. الجونه ادى مباراه كبيره قدام المصري، يعني كان اقرب للفوز مش ولكن خسر بكوره خبرات بقى المصري فالمباراه تبقى صعبه جدا على وادي دجله على الفرقتين، يعني مباراه تبقى جامده. دجله برضو ادى مباراه مش هقول جيده، يعني فوق المتوسط في المباراه الاولى امام الداخليه، فالمباراه تبقى صعبه على الفرقتين. طيب السؤال الجاي ثلاثي، يعني الاهلي هيواجه المصري او ده مباراه المصري مع الاهلي، توقعك ابراهيم؟ هو طبعا الاهلي في المباراه الاولى غاب عنه اربع نجوم من لاعبيه، يعني يفرقوا مع اي فرقه يعني. لو طبعا رجع الثلاثه منهم أحمد فتحي وعاشور ووليد سليمان، أعتقد أن ده هيدي قوة كبيرة جدا للنادي الأهلي. بيلعب بتيم بتاعه شبه كامل ما عدا أجايه بس. أعتقد أن الأهلي حظوظه أكبر في الفوز على إنه، وخصوصا أن المصري في المباراة الأولى مع الجونة لم يقدم المردود الجيد. ما شفناش المصري بتاع السنة اللي فاتت في هذا اللقاء فنيا، لكن فنيا طبعا. فنيا طبعا، يعني ما احنا بنتكلم فنيا يعني، لكن انا شايف ان الاهلي ليه الافضلية. وبعدين احنا يعني ما تعودناش ان الاهلي يتعادل مباراتين ورا بعض او يتعادل ماتش ويخسر ماتش يعني. طيب كابتن شريف، والله انا نادي الزمالك النهاردة اداني هدية كبيرة قوي للدوري كله، 5 اهداف في مباراة هتخلي كل اللاعبين والفرق ياخدوا الخطوه دي او ياخدوا الحزو ده.
يعني مش هيبقوا سايبين نادي الزمالك هو اللي متربع على العرش كده وهو اللي عمل الجو وهو اللي كان لا ما بس هو اداني دفع في الاسبوع ده ان انا اشوف اهداف 3-2 بقى و3-1 و2-2 يعني هنشوف شكل فعالية اكبر كبير. بالنسبه لمباراه المصري والاهلي حسام حسن عمل حاجه كويسه قوي يعني هو خدعنا في الماتش الاولاني كانت الفرقه الثانيه احسن بكتير جدا يعني انما هو مش ده اللي كان متوقع منه في المباراه الاولى انما هو عمل حاجه كويسه قوي عمل شكل التغيير جريندو واعتقد غير كمان حد في الفراوده نزله عمل شكل القوام الاساسي بتاع فرقته يعني مش كانش ده يا كابتن حلمي كابتن حماده اللي هم الشكل بتاع الشوط الاولاني اللي احنا مش مفيش نقل حركه مفيش انما حط حيويه في الفرقه واعتقد ان هو اخر نص ساعه في المباراه هو ده الشكل اللي هيبقى قدام النادي الاهلي اللي احنا لازم ندرسه مع كابتن حلمي طبعا ان النادي الاهلي بعوده بعض اللاعبين الغائبين شكل النادي الاهلي لعب النادي الاهلي اصرار وتركيز لعيبه النادي الاهلي ان يحطوهم في المقام بتاعهم العادي ان شاء الله يبقى مباراه جيده ودايما التفوق دايما لينا في هذه المباراه. كابتن حماده الماتش طبعا ماتشات المصري والاهلي دايما فيها اثاره يعني ليها حسابات اخرى يعني زي الفريقين بيشاركوا افريقيا الفريقين ماشيين بشكل جيد يمكن المصري قدر يبقى اول المجموعه بتاعته الكونفدراليه ولكن لو تبص اداء الفريقين في الاسبوع الاول اداء مش مقنع للمصري المصري قدام الجونه كان احسن طبعا وقدر يوصل بشكل كان في ثغرات كتيره جدا الاهلي زي ما قال الكابتن يعني ادى مباراه وكان ممكن يخسر مباراه بس تعادل في الاخر النقطه دي برضه التوفيق غايب عنه في الشوط الاول بالظبط كده فده اكيد برضه هيحفزه اكتر ان ده البطل بتلعب على البطوله فاكيد من جانب النادي الاهلي هتبقى مباراه قويه جدا انا شايف هتبقى مباراه قويه ان شاء الله انتم اجمعين كلكم او مجمعين ان الاهلي فرصه اكبر اكبر طيب طبعا كابتن حلمي بيراميدز بيواجه الانتاج الحربي بالنسبه لفريق بيراميدز الفريق ده فريق لسه متكون جديد من كل نادي فيه لعيب طبعا التجانس غايب طبعا لان فريق جديد ومدرب جديد فلسه التجانس محتاج وقت اكتر محتاجين الفوز بالظبط لا طبعا يعني هم فازوا وحققوا الهدف بتاعهم يعني لكن انا بتكلم على الاداء اللعيبه اللي موجوده لسه برضو ما تاقلمتش سواء البرازيليين الاجانب لسه ما تاقلمتش برضو التيم ده محتاج وقت يعني يواجه الانتاج والانتاج فايز وهو فايز الانتاج مستقر من السنه الماضيه معاه الكابتن مختار دعم بشكل كويس بيأدي بشكل هجومي وده اسلوب الكابتن مختار دايما بيأدي بشكل هجومي مباراة هتبقى صعبة على الفرقتين ما تقدرش تقول مين يكسب أتمنى أن احنا نشوف ماتش أفضل من الماتش في الجولة الأولى يعني. طيب المقاولين والمقاصة كابتن شريف المقاولين لازم كان يعمل شكل تعويضي قدام الاتحاد والمقاصة الجريح طبعا لازم يكون جوه إنما أنا شايف أن المقاولين العرب السنة دي بيلعبوا بشكل فردي شويه يعني لو الخطوط ما قربتش وبقوا بالجماعيه اللي احنا لازم نشيد بيها وعلاء نبيل ياخد باله من شكل الفريق بلاش الانديفيدوال او الفرديات اللي هي بتبقى فيه على طول ارتداد عليه وفرقه بتلعبه وبتقدر توصل للجون عنده وتقدر لدرجه ان اتحاد اسكندريه لما يجي يلعب ويعمل الشكل الهجومي ده والطمع فيه يبقى اكيد فيه ثغره لازم كابتن علاء يشوفها فانا اعتقد ان المقاصه برضو هتبقى عندها نيرف عالي جدا انها تعوض ما فاتها. طيب فرص مين اقوى؟ المقاصه. المقاصه. كابتن حماده سموحه و نجوم المستقبل شايف انا سموحه طبعا هو الاقرب يمكن نجوم المستقبل عامل مباراه دفاعيه قدام نادي طلائع الجيش المباراه الاولى ونجح هو كمان برضو انه يخرج نجح بس يعني برضو كتطوير هجومي مش مقنع بالنسبه لك يعني ما ضيعش فرص في واحده بتاعه ولكن الشكل الدفاعي والروح القتاليه في بدايه الدوري طلع الجيش ضربه جزاء كمان واضحه ضربه جزاء صريحه يعني سموحه كسب 3 نقط المباراه الاولى قدام المقصه فريق كبير
يمكن المقصة في وقت كان هو أحسن، ولكن سموحة قدر يكسب فوز كويس 2-0 و 2-1 2-1 بيدي ثقة في بداية المشوار بالنسبة له، وبيقابل وبيقابل نجوم بره ملعبه، وبيقابل نجوم المستقبل في ملعبه، وبالتالي هيديله دفعه قويه ليستمر في قريب من المربع يعني. انا شايف سموحه اقرب. طيب اخر مباراه كابتن حلمي سريعا، طلع الجيش وانبي. طلع الجيش وانبي ماتش صعب، خصوصا بين مؤسستين على طول الناديين دول بيتنافسوا معاهم، حرس الحدود بيبقى فيه تنافس شديد. طلع الجيش عنده نقطه، انبي خسران اللقاء امام بيراميدز الاول. انا شايف ان الماتش ده فريقين جيدين، في دعم في الفرقتين، شايف ان الماتش ده ممكن يخلص تعادل. تعادل. طيب كابتن حلمي كنت منور، متشكر جدا يا كابتن سيد. كابتن حماده كنت منور، الله يخليك كابتن سيد، ربنا يخليك. انا سعيد موجود معاكم يعني. كابتن شريف كنت منورني غصب عني، لان انت كمان جايب لي مانجا. كابتن سيد انا في حاجه بس، كلموني دول قالوا لي المقاولين وماتش المقاصه تعادل. حد قال لك؟ كلموني دلوقتي. طب حبيت اصحح المعلومه. طب والله بيسالهم كده مين هياخد الدوري المره. انا لم يقنعني اي حد في الدوري لحد دلوقتي. الاهلي قال لك؟ الاهلي اكيد. الاهلي طبعا هم لسه لافين الاهلي. اكيد طبعا. يومنا خلص النهارده، لكن تواصلنا معاكم مخلصي. بكره ان شاء الرحمن بفكركم ان اولى حلقات الاهلي الليله هتبقى الساعه 7 ان شاء الرحمن، من خلال كوكبه من النجوم والمذيعين هيتناوبوا بالتاكيد على البرنامج كل التغطيه لكل العاب النادي الاهلي. الساعه 11 بكره ان شاء الرحمن هكون معاكم ان شاء الله، وحلقه جديده من ملعب الاهلي، وهنتكلم على تفاصيل كتير جدا خاصه بالاسبوع الاول واولى كمان مباراه الاسبوع الثاني. استنوني بكره ان شاء الرحمن في نفس الميعاد الساعه 11. تصبحوا على خير، ونتقابل بكره باذن الله. We'll be right back.